يا مساء الفل، مساء الخير على حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما بخير. أيام الشهر الفضيل بتجري بينا بسرعة، والحقيقة أن كل حاجة في رمضان ليها طعم مختلف، كل حاجة في رمضان بتبقى أحلى، والأهلي كمان في رمضان أحلى وأحلى. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. الأهلي في رمضان النهاردة هيقدم لحضراتكم موضوعات أتمنى الحقيقة أنكم تستمتعوا بيها، ممكن تبقى مختلفة شوية. بالتأكيد طبعا مش هنبعد عن الأحداث وعلى المباراة المنتظرة، المباراة المهمة، موقعة الأهلي والرجاء يوم السبت اللي جاي، وهنتكلم عليها وأطمنكم على الفرقة، وهنروح إن شاء الله نشوف مع حضراتكم استعدادات النادي الأهلي وتمرينة الفريق النهاردة. تمرينة يمكن هتبدأ كمان دقايق بسيطة جدا، بس خليني في الأول قبل ما أروح للأهلي والرجاء يوم السبت أبتدي من امبارح. من امبارح، لأنه دايما الكرة مجنونة، الكرة علمتنا إنه مفيش حاجة فيها اسمها توقعات، الكرة علمتنا إنه مفيش حاجة دايما محسومة مقدما. انسى الأسماء وانسى التاريخ وانسى السكواد وانسى اللعيبة وانسى الأسماء وانسى القيمة التسويقية وانسى ظروف المباراة وانسى البطولات وانسى كل حاجة. امبارح شفنا ماتشين في غاية العجب. المباراة الأولى طبعا كانت بين بايرن ميونخ وبنفيكا وفياريال، والمباراة دي كانت إلى حد كبير جدا، لو سألت 100 واحد قبل الماتش مين اللي هيتأهل من المواجهة دي، ناس كتيرة جدا 99% هيقولوا لك بايرن ميونخ طبعا، وخصوصا انه كانت خسارته في اسبانيا بنتيجة 1-0 سهلة انها تتعوض، وقد كان وعوض بالفعل، لكن في الدقيقة 88. وهنا بقى نتكلم على حاجتين مهمين جدا في كرة القدم، التركيز والإصرار. سيبك من الإمكانيات الفنية، وسيبك من التكتيك، وسيبك من الخطة، وسيبك من المهام اللي موجودة جوه الملعب. التركيز على مدار 90 دقيقة، كل ما يتعلق بأي مواجهة كبيرة، وإحنا عندنا مواجهات كبيرة جدا، أتوقع إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بعد الأهلي ما يتجاوز الرجاء بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله قادرين، هيكون عندنا مواجهة كمان كبيرة جدا غالبا هتكون مع الترجي اللي حظوظه ممكن تبقى أفضل شوية، لكن خلينا ما نروحش لبعيد، خلينا مركزين في اللي جاي أكتر. على الناحية التانية كان عندنا مواجهة برضو حساباتها تقريبا محسومة، مفيش حد على الكوكب يتخيل إنه بعد ما ريال مدريد بجلالة قدره وبعظمته وبألقابه وبنجومه، بعد ما فاز على تشيلسي في ملعبه في لندن بنتيجة 3-1 يرجع ويكون خسران بنتيجة 3-0، وقد كان قاب قوسين أو أدنى زي ما بيقولوا من الخروج من بطولة أوروبا في واحدة من أكبر المفاجآت. لكن طبعا ريمونتادا اللي عملها الريال، وقدر يرجع طبعا بهدفين لرودريجو وبنزيما رجعوه مرة تانية في البطولة. عشان كده بقول لكم المواجهات الكبيرة دايما ملهاش حسابات، وانسى أي حاجة تتعلق بمقدمات ما قبل المواجهة، لا نتيجة ماتشات ولا تدريبات ولا استعدادات. المهم الحالة اللي انت هتدخل عليها المباراة، والتسعين دقيقة مفيش كلام تاني. هنتابع مع حضراتكم وهنتكلم على ماتش الأهلي والرجاء. خليني بس في البداية أقول لحضراتكم مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، ورمضان دايما دايما زي ما تعودنا بيبقى أحلى وأحلى. هروح لفاصل وارجع أتكلم في موضوعين مهمين جدا، موضوعين مرتبطين بتطوير، مش عايز أتكلم على منظومة التحكيم بس، لكن بشوفها واحدة من أهم الأسس المرتبطة بتطوير منظومة الكرة في مصر، والكلام على التحكيم اللي أثار جدل كبير جدا جدا وأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، مقصود أو غير مقصود، على كتير من نتائج الكرة في مصر وعلى المسابقات المصرية. خليني أروح، أو تسمحوا لي أروح لفاصل وأرجع أبدأ حلقة النهاردة من الأهلي في رمضان مع حضراتكم، وندخل بقى في التفاصيل. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. الأهلي في رمضان، وخليني أبدأ الكلام معاكم بأنه القصة السنة دي غير، القصة السنة دي مختلفة. صحيح الأهلي عنده في رصيده 10 بطولات، لكن البطولة السنة دي تختلف جملة وتفصيلا. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه الحقيقة أنت بتلعب ومش عينك بس على تحقيق لقب جديد في بطولة دوري الأبطال، لكن بتحلم أكتر بأنك تحقق إنجاز فريد من نوعه ما حصلش قبل كده في التاريخ، أنك تحقق 3 بطولات لدوري الأبطال في 3 نسخ متتالية، يعني تروح كأس العالم في 3 نسخ متتالية، يعني تلعب سوبر إفريقيا في 3 نسخ متتالية، وتحقيقك للإنجاز ده هيكون ليه مردود عنيف جدا على كل المستويات، على مستوى اللعيبة نفسهم اللي هيحطوا نفسهم في خانة جيل من الأجيال الذهبية اللي ما حققتش الإنجازات دي، مش بس على مستوى الأهلي، ده على مستوى القارة الإفريقية كلها، من ناحية المادية ومن ناحية الأدبية والمعنوية
كون النادي الأهلي وهو طبعا في الصدارة وهو ملك ملوك أفريقيا لكنه يحقق إنجاز 3 بطولات متتالية من دوري الأبطال، أعتقد هيكون إنجاز صعب جدا جدا تكرار. الفرصة تحتمل 5 مواجهات بخمس لقاءات بطولة، يعني أنا بشوف أن مشوار الأهلي المتبقي عليه حتى تتويج بإذن الله قدامنا 5 ماتشات، 5 ماتشات مع فرق كلها ليها طار مع النادي الأهلي. يعني إنجاز التعبير لو توقعت أنه الأهلي والرجاء، الأهلي والترجي، الأهلي والفائز من الوداد وسان داونز، كلهم فرق الأهلي أقصاهم أو تسبب في إقصائهم في البطولات الأخيرة. الترجي خرج من البطولة الأخيرة على إيد النادي الأهلي، سان داونز خرج من النسختين الأخيرتين على إيد النادي الأهلي، الوداد خرج من قدام النادي الأهلي في الدور قبل النهائي، والرجاء اللي هنلعبه يوم السبت إن شاء الله بإذن الله طبعا خسر قدامنا لقب السوبر، ودي كانت المواجهة الأخيرة للنادي الأهلي والرجاء في قطر. طيب خلينا ناخد كابتن مروان زمامة، طبعا نجم المنتخب المغربي ونجم نادي الرجاء السابق وطبعا احد المحترفين المغاربه اللي تألقوا في ملاعب انجلترا تحديدا في نادي ميدلزبرا، هيكون معانا من خلال الاتصال الهاتفي ده. مساء الخير يا كابتن مروان. مساء الخير كابتن احمد، اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب، كل سنه والشعب المغربي الشقيق كله طبعا طيب وبالف خير. وفي البدايه لازم ابارك لك طبعا بدايه على تاهل المنتخب المغربي للمونديال، وباذن الله ان شاء الله يقدم يعني عروض قويه ويشرفنا ويشرف الكره الافريقيه والعربيه. شكرا يا كابتن، ورمضان مبارك سعيد على الجميع. يا رب. وكنا نتمنى تاهل المنتخب المصري لكاس العالم، لكن الخير فيما اختاره الله. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. المقبله. الحمد لله على كل حال. خليني اسالك على الماتش بتاع يوم السبت، طبعا جماهير الكره في المغرب وجماهير الكره في مصر في انتظار اللقاء، اعتقد انه يعتبر نهائي مبكر، يعني فرقه الاهلي والرجاء الحقيقه من الفرقتين يعتبروا من عمالقه القاره الافريقيه وان كان لقائهم في دور الثمانيه، لكن خليني بدايه اسالك عن استعدادات الرجاء لمواجهه الاهلي السبت اللي جاي في القاهره ان شاء الله. وبالفعل يعني استعدادات يعني في اجواء مثاليه، الحمد لله فريق الرجاء كبير ومعتاد على مثل هذه التظاهرات هذه، تقريبا جميع اللاعبين يعني في صحة جيدة. كنتمنى إن شاء الله أن عامل التركيز يكون حاضر في هذه المباراة واللاعبين يركزوا بما فيه الكفاية، لأن فريق الأهلي صاحب هذه البطولة هذه فريق كبير وكيعرف يتعامل مع هذه المباريات. يعني هذا يحسب للنادي الأهلي والإدارة اللي صار على التتويجات، يعني تقريبا ممكن انه يدخل التاريخ بعد بالفوز ب3 نسخ متتاليه، فاكيد يعني فريق الرجاء كينتظر مباراه كبيره وكبيره. كنتمنى ان شاء الله ان يعني بحضور الجماهير تكون واحد الفرجه اللي تشرف الكره الافريقيه. في اختلاف من وجهه نظرك كابتن مروان عن اللقاء الاخير، يعني طبعا هو لقاء كان من جوله واحده، لقاء السوبر الافريقي اللي الاهلي تمكن من حسمه لصالحه، شايف ايه الفوارق او ايه الاختلافات بين المواجهه اللي حصلت بينهم في قطر على لقب سوبر افريقيا واللقاء اللي هيكون من جولتين، الاولى في القاهره والثانيه هتكون في مركب محمد الخامس في المغرب؟ يعني هناك اختلاف كبير لان مباراه فاصله في قطر خارج يعني الديار المغربيه والمصريه، كتختلف عن مباراتين لان كيكون يعني الصوت الاول يعني في مصر والصوت الثاني في المغرب، فالان هنا كيكون تعامل كبير ديال المدربين فلازم التعامل بحيطه وحذر، لكن اعتقد يعني المباراتين الاثنتين يعني ما غاديش يختلفوا كثير عن مباراه الذهاب والاياب، لان فريق الرجاء والاهلي معتاد على الجماهير الغفيره اللي غتحج اكثر الملعب، فيعني معتادين على اللعب داخل الارض وخارج الارض. كنتمنى ان شاء الله ان اكيد ان غادي تكون مباراه كبيره بين الفريقين وغادي تصرف الكره الافريقيه والعربيه. كنتمنى ان شاء الله فريق الرجاء يتاهل بطبيعه الحال، لكن يعني لازم يكون في نهاره اذا اراد التاهل، لان فريق الاهلي فريق كبير وكيعرف يفوز بمثل هذه المباريات هذه. في اختلافات او تغييرات هتكون متوقعه يعني من وجهه نظرك طبعا في سكواد الرجاء في مواجهه القاهره يوم السبت اللي جاي؟ اعتقد في غياب لزكريا الوردي وفي غياب للهدهود، اعتقد واخد 3 انذارات. يعني ممكن الغياب الوحيد هو زكريا الوردي اللي مصاب. أيوة. ممكن يعني كما صرتي مروه الهدودي اللي تلقي البطاقه الصفراء، لكن يعني تقريبا جميع اللاعبين يعني في صحه جيده. كنتمنى ان شاء الله اللاعبين اللي غادي يختارهم المدرب في هذه المباراه يكونوا في الموعد
ويحقوا الجماهير المنتخب ديال الجماهير الرجاليه. من وجهة نظرك المواجهة الفنية يعني، واعتقد انه الفرقتين يعني بقوا كتاب مفتوح زي ما بنقول يعني، احنا لسه لاعبين ماتش نهائي السوبر، فبالتالي ما اعتقدش في اوراق ممكن تكون مفاجآت، لكن خلينا ناخد رأيك برضو ايه المفاجآت اللي تتوقعها في الجولة الأولى، وطريقة الطريقة الأقرب لأنه الرجاء يلعب بيها المباراة الأولى أمام الأهلي في القاهرة. وأعتقد أن فريق الرجاء يعني غادي يدخل باش المباراة ما يتهزمش، لأن نتيجة التعادل بالنسبة لي نتيجة جيدة من مصر، لأن دائما يعني كنعرفوا هنايا في ملعب محمد السامي دائما فريق الرجاء ما كيتصر، رغم كيكون متخلف هدف او هدفين دائما كيعود يعود في النتيجه في ملعب محمد الخامس، فهذه النقطه تحسب ليه. كنتمنى ان شاء الله ان يعني هو نهائي قبل الاوان، كنا كنتمنى هذه المباراه تكون في النهايه، اكيد لكن يعني الان نهايه قبل الاوان، يجب توخي الحيطه والحذر. اعتقد ان المباراتين غادي تلعبوا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، يعني لا اعتقد ان مباراه الذهاب ستكون حاسمه في تتويج احد الفريقين، فلازم يعني التعامل بذكاء مع المباراتين الاثنتين، لان فريق كبير واي فريق غادي يقوم بهفوات الى الفريق الاخر غادي يستغل هذه الهفوات، فهي العامل التركيز كما شرحت لك غادي يكون عامل مهم في هذه المباراه هذه، لان فريقين كيتوفروا على لاعبين من المستوى الكبير. كنتمنى ان شاء الله ان المدربين واللاعبين يحققوا لنا واحد المباراه اللي تكون كبيره وترضي الجماهير المغربيه والمصريه ان شاء الله باذن الله. نتمناها بدايه، في النهايه مباراه بين شقيقين يعني طبعا، واثنين من عمالقه الكره في افريقيا سواء الاهلي المصري او الرجاء، نتمنى ان شاء الله يكون لقاء ممتع ولقاء يليق بحجم الفرقتين ان شاء الله في البطوله، وباذن الله التاهل يكون لنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، نجم الكره المغربيه كابتن مروان زمامه، نجم المنتخب المغربي ونجم الرجاء ونجم كمان ميدلز برو الانجليزي، بشكرك شكرا جزيلا. وخليني اروح حقيقه لملف مهم جدا، هبعد شويه عن بطوله افريقيا، ويمكن الكلام اكتر مرتبط بمباراه الاهلي والمصري الاخير. حقيقه يمكن انا على مدار يمكن سنتين عشتهم في قناه النادي الاهلي، وتشرفت بالانضمام لاسره القناه. طول عمري بشجع النادي الاهلي، وطول عمري الحقيقه يعني منتمي للنادي الاهلي، لكن بحكم عملي وبحكم ان انا يعني بشكل او باخر مسؤول عن تعبير عن وجهه نظر النادي الاهلي وعن رؤيه النادي الاهلي في كتير من الملفات، بقيت بتابع وبرصد وبحلل بشكل يمكن اكثر احترافيه بسبب وجودي على الشاشه وتحمل مسؤوليه كيان كبير جدا زي النادي الاهلي. في خلال السنتين دول رصدنا الحقيقه عدد كبير جدا من الـ مش عايز اقول المخالفات، هسميها الاخطاء التحكيميه في كتير من ماتشات النادي الاهلي في المسابقات المحليه على وجه التحديد، وفي اوقات كتير جدا كانت نتيجه الاخطاء التحكيميه دي تاثر مباشر للنادي الاهلي في مشوار منافسته على البطوله. مفيش بطوله في الدنيا كلها ممكن تكون بطوله ناجحه بدون ما يكون فيها معايير اساسيه اهمها انه يكون في عداله وانه يكون في تكافؤ فرص. واحده من اهم العناصر اللي بتتيح لكل الانديه مش بس للنادي الاهلي، لكل الانديه اللي بتتنافس في اي بطوله، هي اللي بتضمن ليهم طبعا فكره العداله وتكافؤ الفرص، هي منظومه التحكيم. ومن اول يوم الحقيقه انا شفت انه اول منظومه واسهل منظومه اذا ما اردنا الحقيقه وكنا غيورين على سمعة الكرة المصرية وكنا عندنا إرادة ورغبة حقيقية في إن احنا نطور المنظومة بشكل كبير جدا، كنت شايف إنه أسهل العناصر دي، أسهل بقى من ما تكلمني على البنية التحتية، وأسهل من ما تكلمني على تطوير البث التلفزيوني، وأسهل من ما تكلمني على قدرتنا على التسويق وعلى وعلى وعلى، كانت بتبقى مرتبطة بمنظومة التحكيم. ليه بقول ده؟ لأنه أنا ما عنديش شك إنه على مدار تاريخ طويل جدا عندنا كتير من الكوادر والكفاءات اللي تسمح بإنه سمعة الحكم المصري على المستوى العربي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الدولي تكون في احسن مكان. ولكن للاسف الشديد جدا خلال السنوات الاخيره وتحديدا الموسمين الاخيرين، واحنا كنا استبشرنا خير، وانا قلت ده اكتر من مناسبه، انه مع دخول تقنيه الفار اعتقد انها هتكون واحده من اهم الادوات اللي هتساعد الحكم على انه يقوم بدوره على اكفأ وجه ممكن. ولكن ده للاسف الشديد جدا ما حصلش، بل خليني اقول كمان بين قوسين انه يمكن الفار زود الطين بله، لانه قبل كده كنا بنقول ان الحكم بياخد قرار في ثانيه
وبالتالي ما عندوش القدرة على تصحيح القرار ده. النهاردة بتقف المباراة لدقيقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ورغم كده في النهاية ومع وجود تقنية الفار، حكم فار وحكم ساحة، بيكون القرار في النهاية خطأ. ومش بس خطأ، المشكلة الحقيقية أنه ممكن في أوقات كتير جدا يكون مؤثر تأثير مباشر على نتيجة المباراة، وده بأبسط تعبير بيخل بشكل عنيف جدا بتكافؤ الفرص وبالمنافسة الشريفة. النهاردة الأهلي بالمناسبة هي أرسل خطاب لاتحاد كرة القدم، وأرسل خطاب كمان لرابطة الأندية بخصوص الأخطاء التحكيمية اللي بتأثر بشكل كبير جدا على حقوق الأندية وبتأثر في نتائج الماتشات دون اتخاذ أي إجراءات للحد منها على الأقل. والنادي الحقيقة حدد في خطابه ده خمس طلبات، طلبات منها طلبات طبعا هي طلبات مشروعة جدا، والحقيقة كنت أتمنى أنها تتاخد من قبل ما النادي الأهلي يبعت هذا الخطاب. الخطاب قدام حضراتكم على الشاشة، ودي الخمس طلبات اللي اتكلم فيها النادي الأهلي، ومنها ما يخص حقوق الأندية ومنها ما يخص منظومة التحكيم. أول طلبات النادي الأهلي كانت الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة، وده قرار الحقيقة أو طلب من النادي الأهلي كنت أتمنى أنه يصدر به قرار من زمن بعيد. نمرة اتنين، دراسة اقتراح، وده برضو شيء موضوعي جدا ومنطقي جدا، دراسة اقتراح بأنه يتم استقدام أحد خبراء التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي يكون ليهم تاريخ كبير ومشهود ليهم بالكفاءة، وممكن نعد لحضراتكم 10 أو 15 أو 20 اسم كبير جدا. من الممكن أن الناس دي تيجي هنا تدي محاضرات علمية، تعمل معايشة للحكام المصريين لفترات طويلة عشان ترتقي بمستواهم وتتابع أدائهم في إطار خطة زمنية محددة. وثالث المطالب دي أو الطلبات دي كان الحفاظ على هيبة الحكام المصريين، وانه يتم منحهم المقابل المالي المناسب اللي يليق بيهم ويخليهم يعني اكثر حرصا على التركيز في عملهم عشان يأدوه بشكل اكثر احترافيه. الطلب الرابع الحقيقه مرتبط بشيء حق مشروع زي ما بنقول، انه النادي او الانديه عموما، مش بس النادي الاهلي، الكلام ده يخص حقوق الانديه، واعتقد انه يجب دعمه كمان من كل الانديه المصريه الحريصه على مبدا العداله وتكافؤ الفرص. احقيه النادي انه يسمع اللي بيحصل في غرفه الفار أثناء الحالات التحكيمية اللي بتثير الجدل، وده استنادا للبروتوكول، يعني ده مش من فراغ، ده استنادا لبروتوكول تقنية الفار اللي لم ينص بشكل واضح وصريح على عدم السماح بذلك. يعني مفيش ما يمنع في البند أو في اللائحة الخاصة بتقنية الفار بأنه الأندية ما تسمعش إيه طبيعة الحوار، إيه الكلام أو سياق الحوار اللي حصل في أثناء حدوث وقع أثارت الجدل أو تم الاختلاف عليها. وبالتالي من مبدأ الشفافية أو من باب الشفافية من حقوق الأندية أنها تستمع لما يدور من حوار في غرفة الفار في الحالات دي تحديدا. الطلب الخامس كمان كان مرتبط بالأهلي بشكل واضح ومحدد، وهو أنه يتم إسناد ماتشات النادي الأهلي اللي هيقوم بإبلاغ الاتحاد الكرة بيها ابتداء من المباراة اللي جاية لحكام أجانب مشهود ليهم بالكفاءة ومن الفئة الأولى على مستوى العالم. وجاء في خطاب النادي الأهلي كمان أنه سبق وأنه أرسل لاتحاد الكرة مكتبات في أكثر من مناسبة، منها مثلا بتاريخ 15-9-2020، 18-1-21، 27-1-21، 2-3-21، 11-4-21، 4-5-21، 21-11-2021، كلها تواريخ على سبيل الأمثلة يعني بخصوص عدد من الحالات اللي رصدت أخطاء تحكيمية بالرغم من تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد اللي هي تقنية الفار يعني، وان الاخطاء دي بتنسف مبدأ العدالة بين الاندية. خدوا بال حضراتكم، احنا مش بنتكلم عن الرياضة بس، احنا بنتكلم عن الرياضة وبنتكلم عن استثمار رياضي وبنتكلم على اندية، خصوصا الاندية الكبيرة اللي بتنفق وبتتحمل خزاينها الملايين من الجنيهات، مش بس بتتصرف على فريق الكرة الاول، ده انت بتبتدي المشوار من اوله، قواعد ناشئين، بنية تحتية، ملاعب، معسكرات، أجهزة فنية، أجهزة إدارية وطبية، تعاقدات طبعا مكلفة جدا للفرق اللي بتنافس على بطولات عشان تحقق من ورا ده الأهداف اللي بتسعى ليها، سواء بقى كانت أهداف فنية، أدبية، تسويقية. وبالتالي أي خلل في المنظومة، كان تحكيم، كان بنية تحتية، كان نظام مسابقات، جدول مسابقات، كل ده بيأثر بشكل كبير جدا على فكرة الاستثمار الرياضي وبيضر بشكل كبير جدا بالأندية المصرية المفترض أنها تنافس بره وجوه وترفع في النهاية اسم مصر في الخارج. ده موضوع أعتقد أنه وكل الطلبات اللي طلبها النادي الأهلي أعتقد أنها
فيها منطقية شديدة جدا، واعتقد انه اي حد حريص على سواء كان في موقع مسؤولية او سواء كان بيتكلم بلسان الأندية المصرية، اعتقد اذا كان عنده رغبة وإرادة حقيقية، اذا كان في إرادة يعني، اذا كانت الناس عايزة انه يكون في تطوير لمنظومة الكرة في مصر، ان احنا نشوف في يوم من الايام المسابقات المصرية زيها زي، مش هقول المسابقات الأوروبية الكبيرة، ما بكلمش حضراتكم في البريمير ليج، وإن كنت أشوف إنه مصر دولة كبيرة من حقها يكون عندها مسابقات بالحجم ده، ما عندنا إمكانيات تسمح لنا بده، والدولة الحقيقة مهتمة ملاعب واستادات وبنية تحتية وكل الإمكانيات الحقيقة، وشفنا نموذج أكثر من رائع في بطولة أفريقيا اللي استضفناها في مصر، تقول إن مصر قادرة على تنظيم أحداث رياضية بمستوى عالمي يليق باسمه بمكانة مصر، وبالتالي من الأولى إنه كمان مسابقاتنا المحلية تتمتع بده، ونشوف الدوري المصري والكأس المصري وكأس الرابطة من بعدهم نفس المستوى، سواء من ناحية الإخراج ومن ناحية الملاعب ومن ناحية الحضور الجماهيري ومن ناحية التحكيم بالتأكيد، لأنه عنصر أساسي جدا ومهم جدا في نجاح أي بطولة أو أي مسابقة. خليني أروح لفاصل وأرجع مع حضراتكم بعد الفاصل مرة تانية للأهلي في رمضان. دايماً معاه والآخر الكون، عمري عشان الأهلي هون. بص التاريخ كبير، تاريخ طويل من النجاح ومن الأبطال ومن الأرقام ومن البطولات حققها النادي الأهلي، لكن يبقى الحقيقة واحد من أهم أسرار عظمة ونجاح اسم النادي الأهلي جمهوره، جمهوره العظيم، ومنهم بيشرفنا النهاردة اثنين، أنا شخصياً بتشرف إن هم يكونوا معانا اتنين من جماهير النادي الاهلي، من الشابات الصغيرين لكن الحقيقه حبهم للاهلي كبير جدا. بيشرفنا النهارده امنيه وامل عماد عبد الوهاب، ومعاهم طبعا والدهم استاذ عماد عبد الوهاب. اهلا بيكم، بدايه طبعا منورينا ومشرفينا. اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يبارك في حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، واحنا سعداء جدا ان احنا مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب وجماهير النادي الاهلي طيبين والشعب المصري بخير يا رب، وربنا يعودها ايام سعيده على الشعب المصري كله وجماهير النادي الاهلي يا رب دايما. كل سنه وانت طيبه امنيه. حضرتك طيب، اهلا بحضرتك. طبعا انا مبسوطه وفخوره جدا ان انا موجوده مع حضرتك يا استاذ احمد ومع جمهور الاهلي العظيم، ده حلم بالنسبه لي، انا يعني لغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا في قناه الاهلي. منوره الدنيا. امل كل سنه وانت طيبه واهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، انا سعيده جدا وفخوره جدا ان انا مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، ومبسوطه جدا ان انا مع جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي بيتفرج عليا دلوقتي، سعيده جدا وفخوره. احنا اسعد بوجودكم معانا وبظهوركم معانا على شاشه النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، انا هبتدي كلام معاهم دلوقتي عشان اقربكم منهم اكتر، بس قصه امنيه وقصه امل مش بس ان هم اثنين من مشجعات النادي الاهلي الكبار، لكن الحقيقه كمان هم قصه تستحق ان احنا نقف معاها. الاثنين ابطال رياضيين، وتحدوا ظروف كتير ممكن كان يشوفها صعبه، كتير كان ممكن يشوفها شماعه، كتير كان ممكن يعلق عليها عدم قدرته او عدم رغبته في تحقيق اي شيء لنفسه، لكن الحقيقه ان هم اتحدوا الظروف الصعبه دي وقدروا يكونوا ابطال في رياضه الكاراتيه. خليني ابتدي، تسمح لي استاذ عماد، هبتدي مع امنيه ومع امل. عايز اعرف الاول قصة ارتباطكم بالأهلي، يعني في ناس كتير بترتبط مثلا بنجم معين، بترتبط بمرحلة بطولات معينة، في ناس بتاخدها بالوراثة، انتوا حب النادي الأهلي ابتدى معاكم ازاي وانتمائكم للنادي الأهلي ابتدى من امتى؟ هبتدي بأمنية. طبعا أنا اتولدت وكبرت لقيت بابا وجده وعمه والعيلة كلها بتنتمي للنادي الأهلي، أنا يعني حبيت الأهلي مش عشان لاعب معين، عشان كيان النادي الأهلي، الكيان العظيم. فهي فعلا أهلاوية، أنا أهلاوية بالوراثة وفخورة بانتمائي للنادي الأهلي الحمد لله. وأمل؟ أنا طبعا وعيت على الدنيا، لقيت زي ما أنا عارفة اسمي كده، لقيت نفسي بحب الأهلي، حب الأهلي ده لقيته غريزة جوايا. طبعا أنا مش حبيت الأهلي، مش حبيت الأهلي من خلال لعب، أنا حبيت لعبت الأهلي من خلال الكيان العظيم. أستاذ عماد، العيلة كلها أهلاوية فعلا؟ أكيد طبعا. أنت بقالك كام سنة بتشجع الأهلي؟ انا عندي 40 سنه، بقالي دلوقتي 38 سنه. ما شاء الله. قول لي ارتبطت بالاهلي مع جيل معين، مع نجم معين،
ولا برضو يعني ارتباطك بالاهلي كان والله وراثه زي ما لا بقى. وراثه طبعا العيله كلها اهلاويه، وطبعا والدي ربنا يديه الصحه يا رب اتنشأنا لقينا نفسنا اهلاويه. مع ان اصحابي كلهم زملكاويه وانا بلعب كوره معاهم وكده، ولكن لقيت حاجات كتير مختلفه في الاهلي، فده كان قربني من الاهلي اكتر وحبيت الاهلي، والاهلي هو يعتبر كل حياتنا. لفت نظري يا استاذ عماد، وخليني اسال برضو امنيه وامل، يعني انه الموضوع مش موضوع حب وتشجيع وخلاص، ده انا بشوف انه كمان، ويمكن احنا شفنا يعني كان لقطات ليهم قبل ما يطلعوا معانا في الاهلي في رمضان، ان هم كمان يعني حريصين ان هم يروحوا يشوفوا ماتشات الاهلي ويشجعوا الفرقه من جوه الملعب. والله لو انا قلت لحضرتك ان امنيه وامل حياتهم هي. كلها هي الاهلي، سعادتهم هي الاهلي، وقالوا لي نفسنا اللقطات اللي احنا بنشوفها حضراتكم على الشاشه دي من ماتش الاهلي والاتحاد الاخراني ده، الاهلي كسب فيه 1-0. حضرتك امنيه وامل انتوا معلش الاول، انتوا بتروحوا يعني من نفسكم ولا بيتم توجيه دعوه ليكم؟ لان انا عارف كمان انه اداره النادي الاهلي بتبقى مهتمه جدا بذوي الهمم، وفي اوقات كتير بتوجه دعوات ليهم، فانتوا رحتوا من نفسكم ولا كان في دعوه موجهه ليكم عشان تحضروا المباراه؟ والله امنيه وامل يعني من زمان وهم نفسهم يحضروا ماتش للاهلي في الاستاد، فطبعا انا كنت عارف ان الموضوع صعب جدا. فلما رحت حضرتك سالت في ماتش الاتحاد، كان في ماتش الاتحاد والاهلي، فيمكن انا رحت الصبح، وربنا يديهم الشرطه يا رب، ربنا يديهم الصحه ويخليهم، تعاونوا معانا ودخلونا، والحمد لله رب العالمين. كان ده اول مره ان احنا نحضر ماتش الاهلي في الاستاد، فطبعا ورجعنا تاني بالليل فطرنا ورجعنا عشان نسمع، طبعا المشوار 2:30، بس ده كله حب يعني هون في حب الاهلي، ولو نعرف نروح اخر الدنيا ورا الاهلي هنروح، ولكن احنا عارفين ان كان الموضوع صعب علينا وجربنا، والحمد لله يعني ايه رحنا حضرنا الماتش. فأمنية وأمل أمنية حياتهم إن هم يتفرجوا على الأهلي في الاستاد، يتفرجوا ماتش الاتحاد. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وقدرت. ده انتوا كمان نزلتوا أرض الملعب وشفتوا دخل أرض الملعب بعد الماتش. طبعا اللقطة دي كانت مؤثرة جدا على جماهير النادي الأهلي، لأن أمنية وأمل داخلين يدوروا على النجيلة اللي اللعيبة كانت بتلعب عليها، من حبهم في اللعيبة وحبهم في النادي داخلين بيحسسوا. لو حضرتك خدت بالك كده بيقولوا الشناوي كان واقف فين، الشناوي كان واقف فين، وبيحسسوا كده، بيدوروا على المكان اللي النجيله، ان هم عايزين يوصلوا للمكان اللي اللعيبه بتقف عليه. احساس الفرجه ومتابعه الماتش من الملعب مختلف يا امنيه؟ حاجه رائعه طبعا. اولا انا رايحه عشان يعني اشجع من الاستاد، مش رايحه عشان اتفرج، ان انا اتفرج ده طبعا في البيت، لما ارجع طبعا هتابع المباراه من قناة أم تايم والمعلق الرياضي طبعا بيوصف المباراة، لكن أنا رايحة عشان أشجع وساند الكيان، رايحة عشان أغني إحساس المشجع بقى جواكي. بالظبط. التجربة كانت إيه بقى؟ يعني بعد التسعين دقيقة ما خلصوا حسيتي بإيه؟ حاجة روعة، يعني حسيت إن أنا قريبة من الكيان اللي أنا بنتمي ليه، وبجد حاجة عظيمة جدا، تشجيع من المدرجات، حاجة رائعة بصراحة. إيه الفرق يا أمل بين انك تسمعي ماتش او يعني تتابعي ماتش للاهلي في البيت مع العيله قدام التلفزيون، يعني وانك انت تبقي موجوده بتتابعي ماتش وبابا اعتقد بيقول لك على التفاصيل وانت موجوده في الملعب؟ اكيد طبعا الفرق كبير جدا، فرق ان انا قاعده اتفرج، وفرق ان انا بساهم وبشجع وبساند وبساهم ان احنا ناخد التلات نقط دول او نكسب الماتش ده. طبعا الماتش ده بيكون حاسم، ممكن يبقى حاسم في نهايه الدوري، وانا اكون من الاسباب، طبعا الجمهور بيكون سبب كبير ان احنا ناخد البطولات، فاحساس بيكون جميل جدا. اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي بجد، ان انا اكون قريبه من الفريق اللي انا بعشقه واللي انا عايش عشانه اصلا، فده بيكون احساس مختلف. طب بمناسبه كمان يعني انكم بتتابعوا الماتشات في البيت، هل بتواجهوا مشكله في انكم يعني تتابعوا الماتش؟ هل بتطلبوا، شايفين مثلا انه معلقين على المباراه يبقوا حاطين في حساباتهم حاجات معينه او يوصفوا بطريقه معينه؟ هو طبعا هم بيوصفوا بطريقه كويسه، بس طبعا في لقطات كده معينه مش بنكون ان احنا مش بيوصفها بدرجه ان احنا نعرفها يعني، فبابا بيوصل لنا المعلومه دي. صراحه انا بحب جدا وصف الكابتن ايمن الكاشف، يعني في حاجات معينه امنيه حاسه انها لو حصلت تخلي الامور احسن، تخلي الصوره توصل لكم بشكل افضل؟ يعني المعلق مثلا يقول لما يعني لما يسجل هدف في الاستاد ولا في البيت؟
لا وانت بتتفرجي في البيت؟ اه لما المعلق انت مثلا في الاستاد بابا بيقوم بدور المعلق صح ولا ايه؟ صح. آه لما مثلا يجي هدف ببقى عايزه المعلق يعني يشرح اللعبه من الاول. يقول بقى مين الهجمه بدات من عند مين، يوصف بالظبط لغايه ما الهدف يتسجل. انت ما شفتيش لعيبه الاهلي لكن يمكن احساسك بيهم يبقى مختلف شويه. مين القريبين قوي منك من الجيل الحالي؟ مين اللي انت بتحبيهم قوي من نجوم النادي الاهلي حاليا؟ زي ما قلت لحضرتك انا يعني بنتمي للكيان، بس طبعا بحب اللعيبه كلها، يعني احب كابتن محمد الشناوي، كابتن محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، كلهم بحبهم جدا يعني. كابتن علي معلول بحبهم كلهم. وامل طبعا بحب كل لاعب ارتدى تيشيرت الاهلي واخلص له. بحب كل اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. بس مفيش نجم كده يعني بالنسبه لك مفضل او تحبي دايما يبقى موجود في التشكيل الاساسي؟ طبعا بطمن بالشناوي. اسد النادي الاهلي في حراسه المرمى. وبحب طبعا علي معلول. بحب القضيه قفشه. وبحب محمد شريف وعمرو السولية. قولي لي احلى ماتش شفتيه او الماتش اللي ما تنسيهوش ابدا يعني تابعتيه يا امنيه، وكانت ظروفه ايه، وكنت بتتابعيه مع مين؟ ماتش طبعا القضيه ممكن. نهائي افريقيا نجمه التاسعه. طبعا ده ما يتنسيش. ده انا فاكره ان انا يعني عيطت فعلا بعد الهدف ده. لانه ماتش ما يتنسيش بعد 7 سنين غياب ترجع تاخد البطوله. طبعا انا بشجع الاهلي من وانا صغيره، بس اول بطوله افريقيه يعني طبعا احسها يعني. انت كان ساعتها عندك ايه، 15 سنه مثلا؟ 15 سنه. انا دلوقتي عندي 17 سنه. يعني كان الموضوع بالنسبه لي البطوله الافريقيه التاسعه دي كانت مهمه جدا، يعني كان بالنسبه لي يعتبر اول بطوله ان انا اول بطوله افريقيه انا بشجع الاهلي، فكان احساس مختلف جدا. حتى بابا احنا بنتفرج على الماتش ده، بابا كان تعبان بجد، بابا تعب في الوقت ده، والحمد لله ان احنا كسبنا. تاني ماتش بقى بعده ماتش 5-3 بتاع الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك ده كان ماتش رائع، ده اوروبي ده. انتوا منين اساسا يا استاذ عماد؟ احنا من الشرقيه. من الشرقيه تبع مركز منيا الامل. وجيتوا يعني جايين من الشرقيه عشان تتفرجوا على ماتش؟ انا عارف انكم جيتوا بدري قوي، يعني جيتوا تقريبا الساعه 10 الصبح صح؟ ورجعنا وما عرفناش برضه يعني النقيب محمد ربنا يديه الصحه يا رب، قال انت هيبقى الموضوع صعب عليك، واحنا قلنا له بصراحه احنا ممكن نبات في الشارع. كله عشان حب الاهلي. فقال لي طب مش هينفع تقعدوا برضه القعده دي كلها، يعني انت هتقعد اكتر من 10 ساعات، فانتوا روحوا تعالوا، بس حاول تجي لي بدري عشان تقدر تدخل قبل الجمهور وكده ونقدر نساعدك. فلو قلت لحضرتك ان احنا يا دوبك فطرنا وصلينا المغرب واحنا لابسين طبعا وجرينا علشان نقدر نلحق برده نتفرج على الماتش كده، والحمد لله رب العالمين. الموضوع كان فيه صعوبه برده. انت خدتهم معاك يعني عشان تحقق لهم رغبه هم طالبينها منك، ولا عشان تنقل لهم تجربه او عشان توصل لهم احساس معين؟ يعني برده في النهايه يعني اب ومعاه بنتين وسفر من الشرقيه ويجي بدري، يعني بالتاكيد في اسباب ويرجع وينزل تاني، يعني ايه الدوافع لحاجه زي كده من وجهه نظر؟ الحب اللي امنيه وامل بيحبوه للاهلي الاهلي يخلوني اعمل اي حاجه. وطبعا هم امنيه حياتهم ان هم نفسهم ان يحضروا جميع ماتشات الاهلي وتدريبات الاهلي ماشي، والحمد لله رب العالمين ربنا يعني بيوفاني ان انا اقدر اعمل حاجات، ولكن أيوه. في حاجات طبعا ما اقدرش اعملها. ايوه. لكن حب امنيه وامل للاهلي حياه ثانيه خالص، ويعتبر هي دي النور اللي في قلبهم بالنسبه للاهلي. ربنا يخليهم لك ويفرح قلبك بيهم. امل انت بتلعبي كاراتيه برضو؟ انا شايفك معلقه ميداليه حلوه كده وشايف كؤوس قدامي، ف قولي لي امل الصغيره صح؟ امل 14 او 15 سنه؟ بس في اماني وفي جودي طبعا. في امل ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم. وبيلعبوا كاراتيه برضو؟ انت العيله كلها الحمد لله رب العالمين. ربنا يديه الصحه الكابتن محمد هوازن، اكاديميه هوازن. طبعا بيبذل معاهم مجهود جامد جدا، وقال لي ان شاء الله رب العالمين انا هوصلهم العالميه. طب خليني اسمع من امل كده، بدايه امل انت اللي اخترتي موضوع الكاراتيه ده ولا بابا هو اللي اختاره لك؟ هو انا في البدايه اصلا كان في كوره كده بتتلعب باليد كده للمكفوفين. فانا كنت كره الجرس اللي هي بيبقى فيها بتعمل انا كنت بسال عليها في كذا يعني في كذا مكان، ما كنتش بلاقي المكان المناسب ليها. فكانت بدات لما بابا كابتن محمد فتح اكاديمي هوازن عندنا،
بعدين بابا حب يعني يروح كده يجرب، فسأل كابتن محمد. طبعا كانت فكرة مستبعدة ان حد كفيف يلعب كاراتيه، فكانت فكرة يعني شبه مستحيلة. بس الحمد لله كابتن محمد عمل تحدي، وان شاء الله نقدر ننجح فيه. وان شاء بقالي كام سنة أمل؟ انا ما كملتش سنة. ما كملتيش سنة ورغم كده خدتي ميدالية. اللي فات قولي لي ايه قصة الميدالية دي؟ دي بطولة محافظة، كانت يوم 3 فبراير اللي فات. الحمد لله يعني من استاد القاهرة، وخدتي فيها ميدالية. وأمنية برضو معاها ميدالية برضو كاراتية، ميدالية ذهبية. دي المركز أول شرقي محافظة. احنا الاثنين أول محافظة. أول محافظة. وأول ما خدت الميدالية دي. وقالك قد إيه بتلعبي؟ سنة برضو زي أمل ولا أكتر؟ احنا بادئين مع بعض. بادئين مع بعض. أنا أول ما خدت الميدالية دي طبعًا كانت في شهر فبراير، فأنا نزلت طبعًا على البيج بتاعتي على تويتر، كتبت إن أنا بهديها. في أكونتات تويتر بقى وسوشيال ميديا وكده. فكتبت إن أنا بهديها لشهداء النادي الأهلي، لانه طبعا هم توفوا في شهر فبراير، وانا خدتها فبراير، يعني هم 1 فبراير وانا خدتها 3 فبراير. هي الكاراتيه يعني كنت قبل ما تخشي مع الاكاديميه وكده، كانت رياضه بالنسبه لك يعني شاده انتباهك، حاسه انك انت عايزه تلعبيها، ولا كان في رياضات تانية بس مثلا ما كانتش متوفره او ما كانتش سهله بالنسبه لك؟ لا صراحه انا ما كنتش مفكر اطلاقا ان انا العب كاراتيه، بس هو بابا كان رايح قالوا ان في اكاديمي فتحت يعني وكده، فبابا اخد اماني، حتى احنا ما كناش نعرف ان ممكن احنا كمكفوفين نلعب كاراتيه، فبابا اخدنا وكده انا وامال اختي واماني وجودي، فاخدنا عشان رحنا نجرب يعني نتكلم مع الكابتن، فالكابتن قال ليه ما تلعبوش يعني ما فيش مستحيل. فالكابتن محمد هوازن صراحه يعني زرع فينا الامل والتفاؤل، وصراحه هو كابتن محمد بشكره جدا على المجهود اللي بيبذله معانا. اماني وجودي دول اخواتهم اصغر منهم؟ وبرده عندهم من ذوي الهمم مكفوفين. كل ما بيكبروا كل ما النظر بيقل. هم عندهم نسبه، ولكن كل ما بيكبروا النظر بيقل في الناس. دي حاجه وراثيه يا استاذ؟ والله انا رحت لدكاتره كتير قالوا لي يعتبر دي اول حاله على مستوى العالم كده او على مستوى الجمهوريه ان الاربعه يجوا كده. وبالنسبه لانك انت تحاول يعني تعالج الحاله او تطور حتى بالنسبه، قالوا لي ما لهمش علاج، قالوا لي عندهم ضمور في العصب. حتى البنات الصغيرين برضو كل ما بيكبروا نظرهم بيقل، هم عندهم نسبه خفيفه كده. حتى الدكاتره قالت لي كل ما يكبروا برضو نظرهم بيقل. بس ما شاء الله في يعني حاجه قال لك لا ما العلاج ده مش، بس ربنا عوضهم بحاله من حالات الاصرار والعزيمه. يعني ان شاء الله عندهم بطوله الجمهوريه. ما شاء الله ان شاء الله عندهم بطوله الجمهوريه الاسبوع الجاي. ان شاء الله في استاد القاهره برضه. بالتوفيق ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، هنتابعكم ونعرف ايه الاخبار ان شاء الله رب. ولو فزتوا عملتوا جبتوا مركز وميداليه نجيبكم معانا تاني تشرفونا في قناه الاهلي. قولوا لي بس ايه حكايه التيشيرتات دي؟ التيشيرتات دي جبتوها منين؟ تيشيرت النادي الاهلي. طبعا احنا كنا رحنا الكابتن محمد عبد المنعم. وبصراحه هو انسان محترم يعني احترام فوق الوصف، واستقبلنا بشكل كويس جدا، وهو اللي ادانا التيشيرتات دي. طبعا التيشيرت ده غالي عليا جدا وهيفضل معايا لانه من الكابتن العظيم محمد عبد المنعم، صراحه انا بحبه جدا يعني وانسان محترم جدا. اداكي انت وامل صح؟ وامل التيشيرت ده برضو كابتن عبد المنعم اداهولك؟ طبعا التيشيرت غالي عليا جدا، وبصراحه كابتن محمد عبد المنعم انسان يعني في قمه الاحترام والاخلاق. هو جاركم صح؟ شرقاوي برضو؟ هو مش شرقية بس هي المدرسه بتاعتهم في الزقازيق. فطبعا انا بتحايل عليهم ان انا اقعد يوم، لان سفر بالنسبه لي كل يوم رايح جاي بعيد عليا المشوار. بوديهم وادني قاعد معاهم طول النهار وبجيبهم، فقلت لهم بعد اذنكم عايز اريح يوم. فهم كانوا رافضين ان انا اريح، فقالوا لي، قلت لهم طب احنا معديين من بلد الكابتن محمد عبد المنعم، قالوا لي خلاص لو احنا رحنا سلمنا عليه مش هنروح المدرسه بكره. فطبعا لما سالنا على الكابتن محمد متشكرين جدا، اول ما شافنا نزل طبعا هو والحاج والحاجه متشكرين، وربنا يديهم الصحه رب ويخليهم له ويخليهم لهم. نزل طبعا وكان مبسوط بيهم جدا، وقال انا اسعد يوم في حياتي ان انا شفتهم، وكان طبعا عايزنا نقعد نفطر معاه بس قال لي انا عندي تدريب وكده. فالحاج والحاجه اصر ان هم ان احنا نقعد نفطر معاهم. فطبعا الحمد لله رب العالمين، طبعا عشان البنات ولادي برضو لازم نبقى موجودين معاهم وكده، ف
فما حصلش نصيب، فان شاء الله هنفطر معاه في يوم يعني. ان شاء الله باذن الله. خليني كمان اختم لقائي معاكم برساله لو تحبوا توجهوها لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. نعرف انه يمكن تابع حاله امنيه وامل، ولو حابين توجهوا له كلمه او حابين توجهوا له رساله اتفضل. هي امنيه وامل، عايزين نغنوا اغنيتين على فكره للاهلي، ومحضرين اغنيه للكابتن محمود الخطيب. ناخد واحده منهم سريعه جدا، يلا نبتدي للاهلي ولا كابتن بيبو؟ كابتن بيبو اللي انتوا تحبوه، وبعد كده نطلب بقى من كابتن بيبو. يلا تعرف بيبو كنا في مصر نحب الجول، هو اللي يجيبه صرته في ايدنا وعلى النادي مش بنسيبه، ماتش كوتوكو ولا الكعب وجول عدتوا هتحسوا اخوكو، اخلاق موهبه غير مسبوقه، فاكرين لما اعتزل الكوره حصل لنا ايه، زي اللي بيتاخد منه اخوه حبيبه، ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي، لما كتب ويا المجموعه تاريخ مش عادي، قدوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبه، تعرفوا بيبو ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي، لما كتب ويا المجموعه تاريخ مش عادي، ادوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبه، تعرفوا بيبو اللي اتربى في قلب النادي وعاش من خيره، زي ما شافه اتعلم واجبه يعلم غيره، لما ولاد الاهلي ضحوا شوفوا ترتيبه، تعرف بيبو. جميلة يا أمنية، جميلة يا أمل، أنا هسقف لكم بقى وأقول لكم برافو جدا جدا. أنتوا أحلى حاجة فيكم ضحكتكم الحلوة دي، يعني بجد ربنا يبارك لك فيهم ويفرح قلبك بيهم، ما شاء الله عليهم. والحقيقة أنت كمان على المستوى الشخصي ليك يعني تحية تقدير واحترام، أنت تستاهل الحقيقة إن أنا كمان يكون ليا معاك لقاء خاص، لأنك أنت مثال وأعتقد قدوة، ووراك رسالة مهمة جدا انها توصل لكل الناس، فتحية مني يعني كبيرة جدا استاذ عماد، شرفتنا ونورتنا وبشكركم. انا اتشرفت جدا جدا وانبسطت جدا انكم كنتوا معايا. عايزكم بقى سريعا توجهوا رسالة لكابتن محمود الخطيب لو حابين. هتتكلموا ولا كلام؟ اتفضلوا انتوا بقى. طبعا كابتن بيبو هو اب لينا واب لكل اهلاوي، واسطورة في الاخلاق قبل ما يكون اسطورة في الكورة، وبجد هو يعني انسان عظيم ولاعب رائع، ما اتفرجتش عليه طبعا بس يعني التاريخ يشهد له بذلك. يعني كابتن بيبو انا عايزه بس يعني نفسي ان احنا نحضر يعني كل مباريات الاهلي، وان احنا نسلم عليه ونتصور معاه هو وكل لعيبه النادي الاهلي، ونكون متواجدين في النادي. اكيد ان شاء الله باذن الله كابتن خطيب مش هي يعني يتاخر في طلب زي ده. انتوا نورتونا وشرفتونا. امل انا سعيد جدا بيكي ونورتيني وشرفتيني النهارده في قناه الاهلي. شرف ليا طبعا. انا طبعا قبل بس ما اختم مع حضرتك بحب يعني اوصل رسالتي لكابتن بيبو، اقول له ان انا بحبه جدا، وان انا يعني نفسي اشوفه بجد، يعني هيكون شرف وفخر كبير ليا، نفسي دايما اكون قريبه من النادي الاهلي، النادي اللي انا بحبه، اتواجد دايما فيه واسنده في جميع المباريات. وبجد رسالتي لجمهور الاهلي ان النادي الاهلي ده كنز لا يفنى بجد. بشكرك يا امل، وبشكرك يا امنيه، وبشكرك يا امل. معلش انا عارف ان عايزين يغنوا اغنيه للاهلي. طب ناخد اغنيه بقى ونختم عليها، وقبل ما نختم مع امنيه وامل استاذ عماد، خليني اقول لحضراتكم الفقره اللي جايه مع اساطير يمكن ما شفتهمش في الملاعب، ويمكن ما كانوش بيظهروا قدام حضراتكم على الشاشه، لكن لما نيجي نتكلم على نجوم الكره في مصر لازم نتكلم على اساطير الكره الشراب اللي شهرتهم يمكن الحقيقه يعني كل عشاق الكوره معروفه، وتاريخهم اتعمل عليه افلام، واعتقد انه الفقره اللي جايه هتمتعكم جدا لكل عشاق الكره الشراب ولكل عشاق الحريفه والحرفنه. تابعونا في الاهلي في رمضان، وخلونا نختم على الفقره دي على اغنيه اخيره لامنيه وامل. طيب قبل بس ما اغني عايزه اقول حاجه. انا بابا لما بيجي يسالني دايما بتحبيني انا اكتر ولا الاهلي، بقول له في يعني لا بابا طبعا، لا بابا طبعا، في
الاهلي في جمله في الاهلي هو كيان، اغنيه الاهلي كيان بتقول، والفرق في حبنا للاهلي ان في نفس غلاوه الاهلي. احيانا يا استاذ احمد لما مثلا الواحد بيفكر كده في الموت بيبقى في حاجه في الدنيا ما بيبقاش عايز يسيبها ويمشي. انا لما باجي افكر في الموت ببقى الحاجه اللي انا متضايقه ان انا هسيبها في يوم من الايام وتشجيع للنادي الاهلي، لانه فعلا الاهلي حياتي وحياتي فدا الاهلي، وانا مستعده اضحي بحياتي في اي وقت وانا تحت امر النادي الاهلي افديه بروحي وكل حاجه. والله انا سعيد بيكي وسعيد بامل، وهطلب منكم بقى عشان نختم الفقره تغنوا لنا الاغنيه الاخيره اللي انتم محضرينها. أهلاوي لا 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 لا، أهلاوي لا 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 لا، أهلاوي لا 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 لا، هي فكرة وجمعتنا أساسها الانتماء، وكل فرد فيها يتعلم الوفاء، مجنون للكرة الأهلي عندي بالحياة، ما كانش باختيارنا اتولدنا ولقينا، أهلاوي لا 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 لا، أهلاوي لا 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 لا، أهلاوي لا 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 لا، والعضو في اشتراكه في السنة بدفع ألف، ولا لاعب جوه تتشو صورتي على الغلاف، انا واحد عادي حبه ظاهر في الهتاف، مملكش الا صوتي وقلب عمره ما خاف، اهلاوي لا 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 لا، اهلاوي لا 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 لا. يعني هو اكيد انه العالم كله بيحب الكوره، والكوره هي اللعبه الاكثر شعبيه على مستوى الكوكب كله، لكن احنا في مصر هنا عندنا قصة مختلفة شوية. القصة تبتدي في كل شارع وكل حارة وكل ساحة لما الحريفة يتجمعوا ويعملوا كرة الشراب ويلعبوا بيها، ومن هنا تبدأ القصة والحكاية مع حب كرة القدم في مصر. وعلى فكرة كرة الشراب دي قدمت لمصر يعني أسماء كبيرة جدا، وكل نجوم الكرة في مصر تقريبا لعبوا بكرة الشراب. وكرة الشراب كرياضة بقى، يعني لو قلنا انها رياضة يمكن ليها خصوصيتها شويه، ليها نجومها وليها اساطيرها وليها اسماء كبيره جدا لعبه الكره الشراب، وكانت الناس بتتحرك من كل حته عشان تروح تتفرج عليهم وهما بيلعبوا وتشوف ماتشاتهم، وكانت ماتشات ليها شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، وكان في فرق وكان في بطولات ودورات مشهوره جدا في مصر. وبما ان احنا في رمضان يبقى لازم نتكلم على الكره في رمضان والدورات الرمضانيه ونجوم الكره الشراب اللي بيشرفنا النهارده اربعه ان كان ليا يعني ان نقول عليهم من اساطير الكره الشراب في مصر. كان ليهم يعني شنه ورنه، وما زال طبعا ليهم شنه ورنه، واتعملت عليهم يمكن او اتعمل عليهم فيلم لو تفتكروا طبعا، قدموا الزعيم نجم الكبير عادل امام فيلم الحريف. بيشرفنا النهارده في الاهلي في رمضان من نجوم الكره الشراب كابتن محي الدين مهدي الشهير طبعا، محي الدين عرجوز، اهلا بيك كابتن محي. ومعانا طبعا من نجوم الكره الشراب معانا كابتن كمال احمد عثمان، عشان اسمحوا لي بس عشان في اسماء عاديه وفي اسماء شهره. كابتن كمال احمد عثمان الشهير بكمال انصاره، اهلا بيك كابتن كمال. شرفنا كمان كابتن عوض محمود سعيد الشهير بعلي مايا، اهلا بيك كابتن عوض. هنقول كابتن علي مايا بقى ان شاء الله. وبيشرفنا كمان كابتن عصام الدين حسني او كابتن عصام حسني، اهلا بيك كابتن عصام. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه كده طبعا منورين ومشرفين قناه النادي الاهلي، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ندخل في الموضوع، نخش في الموضوع. ايه القصه بتاعه الموضوع؟ ايه قصه الكره الشراب وابتدت ازاي معاك كابتن محمد؟ يعني الكرة الشراب دي كانت حياتي. انت مشوار طويل قوي مع الكرة الشراب. طبعا انا عندي 73 سنة. ما شاء الله ربنا يديك الصحة. بلعب الكرة الشراب وانا عندي 12 سنة. فكنت لعيب يعني. اتعمل عليك فيلم كابتن محي. فيلم الحريف. فيلم الحريف كابتن كابتن الزعيم عادل امام، النجم عادل امام. عمل قصة حياتي. وعبد الله استاذ عبد الله فرغالي. فرغالي عمل قصة حياتي الكابتن محروس. طبعا الكابتن محروس ده هو اللي عمل الكره الشراب في مصر. قصه فيلم الحريف كابتن محي الدين أرجوز ولا كابتن سعيد الحافي؟ لا محي الدين أرجوز. محي الدين أرجوز طبعا. انت صورت في الفيلم او ظهرت في الفيلم؟ ظهرت في الفيلم في كام لقطه كده بس. هو الفيلم اتعمل قصه حياتنا. ايوه. لان لو كان عايز يتعمل الفيلم على قصه سعيد الحافي كان لعب حافي عادل امام. لكن انا وما كانش يتعمل في القلعه. ايوه. لان القلعه دي فرقتي ومنطقتي.
دي لقطات طبعا من كابتن محي الدين أراجوز اللي امثله او اللي جسد شخصيته في السينما النجم الكبير طبعا عادل امام. الفيلم قريب من الواقع؟ طبعا يعني مش كتير قوي يعني بس هو قريب من الواقع في الماتشات بس لكن في الحياه لا طبعا ما كانتش كده طبعا. الحريفه لازم او لعيب كره الكره الشراب لازم يبقى حريف. لازم حريف. لازم يبقى حريف. لازم. عشان الناس كمان الناس تحبه كمان. الناس بتحبه من لعبه في الملعب بالظبط. كام سنه الواد كره شراب؟ انا من الثمانينات. من الثمانينات؟ وانا بلعب كره شراب. وكابتن علي مايا؟ انا وانا عندي 14 سنه. من وانت عندك 14 سنه؟ كنت بلعب كوره على طول. لعبت اول ما لعبت في نادي الشرطه. لعبت تحت 14 سنه ورحت نادي المايه على طول. بس الكره الشراب دي اساس، هي اساس اللعب. واللي ما لعبش كره شراب ما لعبش كره كبيره. انا لسه كنت بقول في نجوم كثيره جدا ابتدوا بالكره الشراب. ما لعبش نجوم كره كبار يعني. وصعب قوي اللي يتحكم في كره زي دي او اصغر من دي. صعب جدا، ما سهل قوي الكره الكبيره. بس الكره الشراب ما كانتش كده، كان اصغر من كده. اصغر من كده، اصغر من كده، دي زي الكره الكبيره بالظبط. كان في موهبه جباره. لا ده انا هاجي لكم في حته الموهبه عشان الموهبه دي. كان في موهبه حته وجعاني شويه دلوقتي. يعني اللي قاعدين قدام سيادتك دول ناس جباره في الكوره. مش عشان هم زمايلي، لا احنا كنا جباره في الكوره. من الصعب اي حد يكسبنا. وكان في فرق معروفه في مصر. يعني فرق كتير. انتوا كنتوا بتلعبوا في فرقه واحده ولا كذا فرقه؟ لا كل واحد فيكم فرقه. كل واحد فيكم كان في فرقه. كلنا مع بعض. بس انا وانا وعلي وعصام حسني فرقه اتحاد القلعه. دي الاهلي بتاع الكوره الشراب. طبعا. ولا في فرق جامده؟ لا 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 كان في توسون وكان في ناس دي. بس احنا كنا نمره واحد. في مصر كلها. الفرق دي مكمله ولا خلاص مع الجيل بتاعكم انتهت قصه الكره الشراب يعني في مصر؟ لا يعني كملوا شويه كده بعد كده. وبعدين انتهوا صح. خلاص بقى انتهوا. كله دلوقتي بيلعب بلاي ستيشن. بالظبط. كره انما هي المواهب كلها كانت في الكره الشراب. ما يمكن عشان كده برضو المواهب قلت شويه يا كابتن محي. بص يا نجم، انقرضت الكره الشراب، انقرضت المواهب في مصر. بعد الكره الشراب ما انتهت. هو في حد الاول، خليني اسالك، في حد بيلعب كره شراب غير المصريين؟ لا لا لا، مصر هي اللي عملت الكره الشراب. هي اساس الكره الشراب مصر. والقصه ما بقتش زي الاول. لا لا ما بقاش في مفيش ملاعب دلوقتي. ملاعب كان النهارده بتلعب في اماكن دلوقتي كلها بفلوس دلوقتي. كان بيلعبوا في الشوارع ببلاش. ايه اشهر المناطق اللي كان بتلعب فيها دورات مثلا او ماتشات؟ كان مثلا كل حته في مصر. دوره الجندي. محمد الجندي في المعروف دي نمره واحد، دي اساسي. كان في العباسيه مدرب منتخب مصر، كاس المسا في الضرب الاحمر. ودوره في الاولى ليه وفي الزاويه الحمراء. وكان في كل مصر كل انحاء مصريين اشهرهم الجندي. كان محمد الجندي القلعه. ارض محروس الله يرحمه. ودوره محا كابتن محمد الجندي. ليه ما اتطورتش يعني بما ان انا عارف انه كان في جمهور وكان في المسا كان بيكتب فرقه بتيجي من حتت تقابل حتت. وكان في ناس حريصه دايما ليه الموضوع ما اتطورش؟ يعني انا شايف ان الحته دي، حته الكره الشراب دي، كانت ممكن تساهم بشكل كبير جدا في تقديم مواهب للكره. انا هقول لسيادتك على الناس الكبار المسؤوله، ما فيش اهتمام بالكره الشراب. الاول ما كانش فيه اهتمام بالكره الشراب. يعني النهارده الدوله مهتمه جدا بموضوع ممارسه الرياضه والخماسي والملاعب. النهارده بقت ما شاء الله. ما الخماسي دي وضع ثاني. الخماسي دي لو كان على ايامنا مصر كانت احتكرت كل البطولات. ما احنا الخماسي بتهيألي مش يعني ضايعين فيه. ايوه صح. زي ما قال الكابتن محي، لو على ايامنا من 40 سنه في خماسي ناخد بطوله العالم. كل سنه كنا احتكرنا البطولات كلها. ناخد بطوله العالم، ما فيش حد زينا في مصر ولا في العالم زينا. في كره الشراب بالذات احنا كنا، مش يعني بنقول كده عشان احنا قاعدين، احنا كنا لعيبه جباره. يعني محي ده اللي قدامك ده، امتى يجيب جون وامتى يغزل الفرقه اللي معاه واللي ضده. مفيش لعيب هيجي زيه. طب انا جايب لكم حريف من العيار الثقيل برضو، واحد من يعني اساطير الكره، اللعيبه الحريفه اللي بيتهيألي كابتن علاء ميهوب طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اكيد لعب كره شراب. كابتن علاء مساء الخير وكل سنه وانت طيب. حبيب قلبي ده. يا عم طيب وسنه والنجوم الكبير قوي اللي معاك كنت منورين سلطان كبير ورمضان كبير طلعت سعيد عليكم. وعايز اقول لك انت جايب حلقه النهارده بجد يعني جميله، فكره حلوه قوي. يعني الناس تعرف يعني ايه حاجه اسمها كره شراب. طبعا اساطير يعني طبعا. ايوه
محيى، انا كنت اتفرج على محيى على فكره وانا صغير. يعني انا كنت اتفرج على محيى، كنت طالب كابتن محيى وكنت طالبين جميعا يا جماعه. وانت طالب يا نجم الحرفنه بتهالى يا كابتن علاء مرتبطه بالكره الشراب، يعني كنت لسه بقول يعني لضيوفي كلهم انه ما فيش حد لعب كره شراب الا لما كان حريف كوره، كان عفريت كوره يعني. دي حقيقه، دي احلى حاجه في، بص احلى حاجه في الدنيا انك تلعب كره شراب وبتستمتع بلعب الكوره والجماهير وتروح تلعب ماتشات بره بره منطقتك، تتفرج على، بقول لك تتفرج على وحي وتتفرج على الناس الحريفه دي. ولا بص الكره الشراب يا احمد يعني متعه ما بعدها متعه. الكره الشباب دي كانت معاك في المدرسه، انا اتكلم بقى بلغات احنا القديمه شويه، بالمدرسه في الدرس بالليل بالنهار في اي وقت. والله احنا كنا الكره دي ما كنتش تكسبها في اي وقت، وبعدين الشوارع فاضيه تروح عامل كنين على طول وعامل فرقتين. لا بص يا احمد متعه، لا متعه ثانيه خالص خالص، وكانت حاجه جميله جدا و ايام حلوه طبعا. يعني الايام دي جميله. انت شفت الناس دي وهي بتلعب يا كابتن علاء صح؟ اتفرج على كابتن وحي طبعا والجروب بتوعه ده، انا كنت مجنون شويه في الكوره الشراب دي كمان. كلمني شويه عن كابتن محي مثلا، المهاره، لان انا للاسف يعني ما اتفرجتش عليهم. انا يمكن عملنا تقرير طبعا على شاشه الاهلي عن الكره الشراب وعن كابتن محي وعرضناه قبل كده، بس ما شفتوش طبعا وهو في عز وهو في الملعب. فلو ممكن تحكي للناس كده يعني كواليس الكابتن محي في بص يا كابتن احمد انا هديك المفيد. اسمه محي اراجون، عيش بدماغك كده وقول الناس دي جابت الاسم ده منين. بيعمل كل حاجه بالكوره بالظبط. بيعمل كل حاجه كانت متخيلها في الكوره. بيرقص، بيجيب اجوال، ويمسح نفسه، ويمسح الجماهير. ايوه، وبيعمل حاجات في الكوره مش طبيعيه. عشان كده اصل بص حتى زمان الناس لما كان بيطلع عليك لقب ولا حاجه ما بيطلعوش كده اي كلام، بس هو كل زمن ليه الالقاب بتاعته. يعني وحي اراجوز، اراجوز ده كان بالنسبه لنا وبالنسبه للكباتن المنورين على ايامنا كانت حاجه معفرطه. هو كابتن وحي كان كده، يعني وحي كان بيديله ناس من كل الدنيا يتفرجوا عليه ويتفرجوا على حكايته. ولا هو كان بيعمل بص كل حاجه متخيلها في كوره كان بيعملها بكره شراب. على فكره كوره صغيره جدا صعب تحكم فيها، بس هي دي حلاوه الكره الشراب. طبعا طبعا، وهي دي اللي بتبين بقى الحرفنه. يعني هي دي، يعني اللي يعرف يتحكم في الكره الصغيره كده ما بالك بقى لو بيلعب بالكره الكبيره هيعمل بيها ايه؟ بالظبط. يعني اكتر حاجه فادتني الحمد لله في مسيرتي مع النادي الاهلي ان انا كنت مجنون حاجه اسمها كره شراب. والله العظيم يا احمد كره شراب بقول لك انا ما كنتش بسيبها، لدرجه ان كان والدي الله يرحمه كان تقريبا كان بيتخانق معايا ان انا على طول في الشارع على طول بلعب كره شراب. بقول لك على سر لا اخفى عليك سرا، يعني لما كنت حتى في النادي الاهلي في الناشئين كان طبعا ممنوع الكلام ده خالص. كنت بروح العب شراب وكده، وكان والدي بيتخانق معايا عشان خايف عليا. بس انا حته الكوره الشراب دي حته ادمان. ايوه طبعا، تطلع منها طبعا. عشان كده الحقيقه كنت واحد من اهم المواهب والنجوم اللي جمهور النادي الاهلي ما يقدرش ينسى طبعا اسم علاء ميهوب ولا مهاره وحرفة. بجد والله بجد مش مبالغه، انت واحد من الناس اللي متعتنا سنين طويله يا كابتن علاء. لا يا احمد حبيبي والله انت عارف انا بحبك وبحب البرنامج جدا، ودايما البرنامج بتاعتك كويسه جدا. الله يخليك يا كابتن علاء، بتجيب حاجات كده الناس تفكرها بالحاجه الحلوه والزمن الجميل. طب الحمد لله. برضه انت ما عملت تقرير عن الكوره الشراب وكده وكابتن محي، انا طلعت اتكلمت. انا اي نعم قليل الكلام، بس في حاجات كده ما اقدرش اتنفس عليها طبعا. يعني صحيح، وخد بالك انه في جيل ما يعرفش وما سمعش وما شافش عن الكره الشراب واتولد يمكن ما يعني يمكن حاجه تكون ليها يعني فوائد وليها كمان سلبيات، لكن في النهايه مهم جدا نقدم الناس دي لانها متعت اجيال كثيره جدا بكره القدم. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك مره ثانيه شرفت ونورت بصوتك طبعا على شاشتك وعلى بيتك النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا كابتن علاء. مع الموهبه والجمهور والحرفنه، ما فكرتوش تنقله من الساحات والكره الشراب للانديه والكره الكبيره بقى؟ ما كنا بنحب الكره الشراب اصلا. يعني قبل كده كابتن انور سلامه. بس برضه الكره الكبيره لعبت ضده قبل كده. انديه بقى ودوري وموسيقى لعبت كره كبيره. قال لي اوديك النادي الاهلي؟ قلت له لا انا بلعب كره شراب بس. انا كابتن عبد الله كنت لعبت ضده عندنا في النادي. ايوه. قال لي اوديك نادي الاهلي؟ قلت له لا هلعب كره شراب. كابتن علي لعبت كره كبيره. كنت في نادي المايه وكابتن نادي المايه. ولعبت ضد انديه مصر كلها. من ضمنهم لعبت ضد النادي الاهلي.
لعبت ضد الكابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده اجيال وانا صغير، لعبت ضدهم، لعبت ضد نادي المحله والنادي الاسماعيلي، لعبت ضد انديه كتير قوي ومثلنا كاس مصر نادي المايه واستفدنا منه. كل لعيب كره شراب ممكن يبقى لعيب دي دي ان انت وانت بتعمل الكره الشراب صح؟ هي بص كلها هي سفنج وبعدين تتلف تاخد الخيط كلها صح؟ كلها تنشف وبعدين تلعب بيها بعد كده سيبها تنشف حاجه بس كده طيب. ان زمان الكره الشراب يعني انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، جيت النادي الاهلي تحت 2000 تحت 14 سنه سنه كام؟ 70. اللي جابني هنا كابتن حنفي عبد العاطي اللي هو كان بيدرب سله ساعتها. فالاهلي زمان كان بتخاف من الكوره والمذاكره، ذاكر اعمل مش زي دلوقتي. لا دلوقتي سيب المذاكره وروح العب كوره بالظبط. بالظبط. فدلوقتي صح ولا ايه؟ وجيت هنا وقبلت والورق موجود لغايه الان في النادي الاهلي. وبعد كده الاهلي طبعا عشان مذاكره وبتاع ما روحتش. جيت كابتن صالح سليم 2000 وانا عندي 16 سنه كان بيعمل دوره مراكز الشباب، خدني من مركز الشباب القلعه، كان معاه جاي معاه كابتن عوضين رحمه الله عليه وواحد اسمه عم جمعه كان ماسك شؤون اللاعبين. حتى انا قلت له الورقه بتاعي عندكم في النادي الاهلي، قال له خلاص استلم يا كابتن عوضين لعيب اهو. وبرده رحت يا دوبك تمرين وما رحتش تاني عشان برضو الاهلي كانوا قافلين على الاولاد عشان المذاكره والكلام من ده. مش زي غير الاول دلوقتي، غير دلوقتي خالص. بالظبط كده بالظبط. في نجوم كبيره خرجت من الكره الشراب، يعني في ناس بقى اتنقلت من الساحات ومن صفوت عبد الحليم كان من احسن لعيبه كوره كان من احسن لعيبه كره شراب في مصر ايوه. كابتن محمود الخطيب كان لعيب هاي كره شراب، كان لعيب هاي. كابتن محمود الخطيب كان بيجي يلعب معاك هايل دي عندنا القوم نادي القوم لعب كابتن حسن حمدي ابراهيم عبد الصمد كان من احسن لعيبه كره شراب في مصر كابتن جمال عبد الحميد برضه جمال عبد العظيم وكابتن احمد ماهر برضه رحمه الله عليه احمد ماهر ده كان على طول معايا على طول بس دول لما بيروحوا بيكسبوكوا بقى ولا ايه؟ لا مش قدروش علينا محدش يقدرش علينا بالنسبه لكره الشراب محدش يقدر تلعب خماسي. مين احرف بمناسبه الحرفانه، مين احرف لعيبه جت في مصر؟ كابتن محي عايز اسمع رايكم كلكم. انا عن نفسي اذا ذكرت الكوره يبقى كابتن محي، انا مسميه انا على طول انا واخد الاعتقاد ده مع نفسي. أي. انا رايي الشخصي هو الناظر. شوف انا بقول ايه، هو الناظر. ايوه واحنا التلامذه. كان نفسي اشوفك في الملعب يا كابتن محي. ما خلاص بتلعب ولا بطلت خلاص؟ انا بلعب بجد دلوقتي، انا بلعب بس مع ناس كبار بقى. كمال بيلعب مع كبار لكن انا مفيش مع كرم زاد مع كرم زاد وحاج عبد الكريم في الجيزه عندي. خليني اقول لكم انه النادي الاهلي مواليد 2005 في بطوله الجمهوريه كسب نادي الزمالك 2-1 او عمل ريمونتادا حقق يعني مكسب 2-1 بعد ما كان مغلوب بنتيجه 1-0 وخد البطوله. هكمل كلامنا وهوري دايما يا رب طبعا دايما يا رب ان شاء الله يا رب ندمها نعمه دايما يا رب. اهلاوي طبعا كابتن محي. لا بص انا اتولدت في مكان كله زملكاويه يعني اتولدت في المذبح طلعت لقيت عبده نصحي ورفاعي والناس دي، لكن انا بحب النادي الاهلي لكن انا زملكاوي بس بحب النادي الاهلي يعني انا الخطيب ده كنت بعشقه في الكوره. ما قلتليش مين الحريفه بقى اللي جم يعني شفت انه مصر جابت الاسماء دي هي هم دول حريفه كره القدم بالنسبه للشراب ولا الكبيره؟ الكبيره بقى نقول في النجوم. كان كابتن محمود الخطيب حسن شحاته، فاروق جعفر، طه بيصري، عبد العزيز عبد الشافي ده كان حكايه من حكايه الزمن طبعا. محمد عباس برضه محمد عباس كان لعيب جامد قوي، كان فرقه كوره يعني كان في لعيب كوره زمان حصلت. فهد يوسف برضه. ايه قصه الموهبه بقى؟ انا هاجي لكم في الموهبه. احنا ليه يعني بقى عندنا نقص شويه او ندره شويه في موضوع الموهبه؟ طب خليني تسمح لي بس اروح لزميلنا فاروق صلاح يكلمنا على الماتش طبعا. يا فاروق كل سنه وانت طيب. تمام يا صاحبي تمام. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك، وتكلمنا كده اخبار المباراه ايه. واعتقد طبعا انه فوز فرح كل جماهير النادي الاهلي فرقه 2005 ومعاك اعتقد كابتن خالد بيبو. طبعا كل التحيه بالزميل العزيز احمد سمير وبضيوفه الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز غالي، فوز غالي لفريق النادي الاهلي
وناشئ النادي الاهلي مواليد 2005 على فريق ناشئ الزمالك هنا في المباراه اللي اقيمت بملعب النادي الاهلي ببنيره نصر ضمن اطار بطوله الجمهوريه للناشئين. شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي ظهرت في الشوط الثاني، النادي الاهلي حول تاخره بعد يعني تاخره بهدف نظيف امام فريق الزمالك لهدفين، وقدر يحط هدف التعادل وهدف الفوز طبعا على فريق الزمالك. وبالمناسبه ده ثاني فوز لقطاع الناشئين للنادي الاهلي على ناشئ نادي الزمالك في اقل من اسبوع بعد النتيجه الكبيره اللي كان حققها ايضا مواليد 2007 بالفوز على الزمالك باربع اهداف مقابل لا شيء. انا طبعا بيسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن خالد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي للاستاذ احمد سمير وكل مشاهدينا، وببارك لك النهارده على الفوز، فوز غالي، ودايما بنقول رهنا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فاروق، دايما انت معانا في الانتصارات ودايما معانا في الاوقات الجميله، وطبعا بسلم على احمد واتمنى له التوفيق. طبعا مباراه طبعا كانت مهمه بالنسبه للفريق 2005، عاملين شغل كويس السنه دي، بينافسوا ورا الاتحاد السكندري وعديجله، في ثلاث فرق الامور ماشيه بالنسبه لهم يعني بينافسوا بعض، فكان مهم جدا ان انت تكسب النهارده مباراه في ملعبك. الفريق 2005 تعادل مع الزمالك هناك في ملعبه وكسبه هنا، نتيجه كويسه. 2005 عمل نتائج كويسه مع شيف عبد الفضيل، زي ما انت بتقول كان متاخر بهدف، قدر ان هو بشخصيه نادي الاهلي، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نربي الاولاد عليهم، ان انت بتلعب لاخر دقيقه وبتحاول ان انت يعني تشتغل على نفسك وتشتغل على الخصم، ان انت اي مباراه تحاول ان انت تكسب، وده اللي حصل النهارده. قدر ان احنا نتعادلوا وقدر ان احنا نجيب هدف في الشوط الثاني، والحمد لله المكسب كويس. مهم جدا يا كابتن خالد اللعيب في قطاع الناشئين ان الهدفين اللي احرزهم لعيب النادي الاهلي من كرات ثابته، وده امر مهم جدا، ده بيدل على الشغل الفني اللي اللعيب بياخده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. دي حقيقة، احنا يعني انت الكرة فيها تفاصيل كتير قوي، لازم تبقى من البداية كده، وان انت صغير الولاد وهو صغير يبقى عارف ان هو بيشتغل على حاجات كتير قوي، كل التفاصيل انت بتشتغل عليها. الكرة الثابتة دي يعني دي حاجات من ذهب كده في الكرة، الكرة الثابتة دي حاجة من ذهب لازم تقدر تشتغل عليها، لازم تقدر تشتغل بشكل كويس جدا. عندنا يعني الحمد لله ناس بتعمل اوفر كويس، وعندنا ناس اطوال كويسة وبتحرك كويس، وشريف وكل المدربين طبعا بتوع القطاع بيلعبوا على في تريكات كده بتحصل في الكرة الثابتة، والحمد لله ربنا بيكرمنا ونقدر ان احنا نحرز منها هدف. امبارح كنا بنلعب برضو مع سموحه جبنا هدف من كره ثابته، دي تفاصيل بتبقى مهمه جدا. انت بتلعب مباريات كتيره قوي، في فرق كتيره قوي بتبقى قافله الجيم شويه، الجيم بيبقى مقفول، فانت بتشتغل على الكره الثابته، بتشتغل على التفاصيل الكتيره، والحمد لله بتقدر تكسب يعني. كابتن خالد اخيرا، مهم جدا ان لعيب قطاع الناشئين في النادي الاهلي 2007 فاز على الزمالك في ملعبه 4-0، يفوز ايضا في ملعب النادي الاهلي 4-0، ان ثقافه الفوز خارج وداخل الملعب دي الثقافه المعتاده اللاعبين بيتربوا داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي على كده. بص، عاده كل المباريات اللي هي الكبيره دي نتائج بتبقى يعني يا كبيره قوي، يا اما يعني 2-1 1-0، يا اما بتبقى 3-4، لان كل الفرق بتبقى كابتن خالد بيبو هو سيد من يحدثنا على المباريات الكبيره، مباراه الزمالك هي ساعات بيبقى في الجيم مباراه بتفتح خلاص، هي خلاص كره مشيت، انت مهما كان حتى الخصم بيقدر بيحاول يرجع، فكل ما هو بيحاول يرجع انت الفرص بتبقى بالنسبه لك اكتر واحسن. هو ده اللي عمله اسامه بصراحه يعني في المباراه اللي فاتت، ان هو وحتى في المباراه اللي كانت في الزمالك، ان هو كل ما الفرص كانت الفريق الزمالك بيحاول ان هو يرجع للجيم هو كان بيجيب اهداف يعني، فده بيحصل في المباريات الكبيره دايما، عشان كده النتائج بتبقى كبيره. اسامه استمر، والنهارده شريف قدر ان هو يرجع في الجيم، مباراه كانت مقفوله قوي بس قدر ان هو يرجع في الجيم ويكسب ان شاء الله. كابتن خالد بنبارك لك، وان شاء الله فوز يعني نقدر نقول فوز مهم للفريق في مشوار البطوله، ودايما مزيد من البطولات والانجازات لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، خاصه ان ده المستقبل بتاع النادي الاهلي اللي الكابتن محمود الخطيب دايما في كل كلامه هو ده المستقبل، وحريص ان هو يطمن على مستقبل النادي الاهلي. الهدف نمره واحد، والمليون ان انت تعمل لعيب كويس، مش تكسب بس، لازم تعمل لعيب كويس. شكرا شكرا ربنا.
زميلي العزيز احمد سمير، ده كان لقانا طبعا مع الكابتن خالد بيبو الحارس الامين على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد الفوز لفريق النادي الاهلي مواليد 2005 على فريق الناشئي الزمالك في مباراه كبيره من لعيبه النادي الاهلي. ان دلت بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، على تركيزه على اللعيب جوه قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيتربى ازاي والثقافه اللي عند لعيب النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز احمد سمير. يا فاروق بشكرك شكرا جزيلا، وشك حلو دايما، ومبروك طبعا النادي الاهلي وجماهيره، ومبروك طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للفرقه على الفوز الغالي اللي اتحقق النهارده. بشكرك شكرا جزيلا فاروق. وقبل ما ارجع لضيوفي مره ثانيه واعرفكم كمان على الجيل الجديد حفيد كابتن محي ادم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل سهرتنا مع حضراتكم. الاهلي في رمضان مكمل بعد الفاصل. مره ثانيه برحب بحضراتكم وبرحب بضيوفي نجوم الكرة الشراب في الأهلي في رمضان. بس هتسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا نروح سريعا، لأنه زميلنا فاروق صلاح معاه لقاء مع نجوم النادي الأهلي في ماتش النهاردة، يوسف سيد عبد الحفيظ ويوسف جمال. ويوسف بيتهيألي هو اللي حط الجون الثاني للنادي الأهلي النهاردة، جون المكسب والفوز. مرة تانية معاك يا فاروق ومع ضيوفك، اتفضل. من جديد بجدد التحيه بالزميل العزيز احمد سمير وبكل ضيوفه وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معايا اثنين من نجوم المباراه، يوسف سيد عبد الحفيظ ويوسف جمال. بس قبل ما اروح لهم زميلي احمد، عايز اقف عند نقطه مهمه جدا، عايز ان احنا نغير ثقافتنا ونظرتنا لنجل لاعب كره القدم. يوسف سيد عبد الحفيظ هو نجل طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، انت عارف ان دايما نظرتنا بتبقى للابناء لاعبي كره القدم نظره ان يعني بتبقى الامور مجامله شويه، لكن خليني اقول لك ان يوسف هو واحد من نجوم المباراه النهارده بشهاده كل من تابع اللقاء. يعني الجهاز الفني لنادي الزمالك لعيب الزمالك يعني النهارده بعد المباراه راحوا يشيدوا بيوسف واتكلموا مع يوسف، هو واحد من النجوم اللي لعب مباراه كبيره النهارده. خلينا ارحب بيه يوسف، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوسف مباراه كبيره النهارده بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. يوسف الحمد لله، لأول حاجة أحب أشكر كل اللعيبة أدوا النهاردة أداء رجولي جدا، وإحنا برضو متعهدين قبل الماتش إن إحنا إن شاء الله النهاردة هنطلع بالثلاثة بونت مهما كانت الظروف، وورد الظروف برضو تأثرت معنا، بس الحمد لله يعني وقفنا مع وعدنا. كابتن الزميل العزيز احمد سمير بيقول هو بالظبط الكابتن سيد عبد الحفيظ بشكله بكلامه، بس خليني اقول لك ان هو بقميص، هو بالقميص رقم 6، قميص الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن هو في توظيفه في الملعب هو بيحب حمدي فتحي وتوظيف حمدي فتحي. صح الكلام ده؟ حقيقي الاول كابتن احمد انا يعني بلعب ابنه في شبه منه، بس بلعب بطريقه ثانيه خالص، بس يعني يا رب اطلع نصه يعني. قول لي بقى يوسف، انا عارف ان انت دايما بتحب حمدي فتحي وبتحب المركز 6 و8، كلمنا بقى على الامر ده، وان انا عارف انت من المحبين لحمدي فتحي طبعا والسوليه. ما انا ببص عليهم والله وبتعلم من النجوم دي بالنسبه لي كباتن كبار، انا ما وصلتش ربع اللي وصلوا له، يعني كل يوم برضو بنتعلم منهم حاجات جديده، وهو يعني بتوظف برضو بحاول ابقى في شبه النوم او قد يعني زيه. يوسف انك نجل الكابتن سيد عبد الحفيظ، او انا عايز اتكلم في النقطه دي، اكيد يا يوسف انت تملك القدر الكبير جدا من الشخصيه والتعامل، ان لعيب كره القدم لما بيبقى ابنه لعيب كوره بيبقى في ضغط عليك، انت الامر ده بتتعامل معاه ازاي؟ بيشيلك حمل بزياده، شايف الامر ده ازاي؟ هو اتقال كتير يعني من وانا صغير، بس يعني برضو الكلام ده انا اتعودت عليه، ويعني بحاول برضو اثبت للناس دي كل يوم عن تاني ان انا بشتغل على نفسي وبطور من نفسي، ويعني بقدم اداء كويس في الملعب، الملعب هو اللي بيثبت كل حاجه. يوسف عايز اروح بقى ليوسف جمال وقول لي انت رايك في الجون اللي جابه، واحنا الجون ده يعني ماركه مسجله من يوسف جمال، تقول له ايه؟ انا عن نفسي شايفها قرشه، بس يعني جابها كذا مره في الدوري، ويعني بحييه وعمل اداء النهارده مش طبيعي الحمد لله. يوسف جمال صاحب هدف الانتصار وهدف من اجمل الاهداف يعني من ركله ركنيه، يوسف ببارك لك على الهدف وببارك لك على الاداء النهارده ومبروك على الفوز. اول حاجه حابب اشكر اللعيبه والجهاز الفني على الشغل، حابب اشكر اللعيبه على الاداء النهارده رجاله. طبعا حضرتك عارف ان احنا النهارده كنا متاخرين 1-0 ورجعنا جبنا التعادل وجبنا الجون المكسب، طبعا حابب اشكرهم على الروح وعلى الرجوليه اللي هم كانوا فيها، وحابب اشكر الجهاز الفني على الشغل ده، حصاد الشغل اللي هم بيشتغلوه معانا، احنا شغالين وركزنا والحمد لله ربنا كافينا النهارده. بالنسبه بقى للكورنر والجون الحمد لله فيها توفيق طبعا كبير من ربنا، بس انا الجون ده واد انا جبته في اول الموسم الحمد لله، وادي هو تاني في اخر الموسم في ماتش كبير زي ماتش الزمالك الحمد لله جون مكسب، وبرده في ماتش كان جون مكسب، فالحمد لله دي انا سمعتها من الناس اللي بره، كان حد بيقول لي حطها في الجون حطها في الجون، فانا هديت وركزت كده لقيت ممكن احطها فرحت حطيتها، فالحمد لله فيها توفيق كبير من ربنا. في رمضان يا راجل يعني هدف من ركله ركنيه وفي رمضان وفي الجون وفي الشكل ده،
قلتوا ايه لبعض ما بين الشوطين؟ شفنا تباين في الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، انتوا كلاعبين وانت كواحد من كباتن الفرقه، قلتوا ايه لبعض ما بين الشوطين؟ طبعا احنا كنا نازلين الشوط الاولاني طبعا داخل فينا جون، فده يعني تهزينا شويه، بس احنا طبعا رجعنا في الماتش ان لازم نركز، لازم نرجع الماتش ده بتاعنا باذن الله، ماتش على ارض النادي الاهلي مدينه نصر، ما ينفعش، لازم نكسب ولازم نركز لغايه اخر دقيقه. فالحمد لله فيها توفيق كبير من ربنا وربنا كرمنا النهارده. شكرك يا يوسف، وبالتوفيق باذن الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. شكرا. زميلي العزيز احمد سمير، ده كان لقانا طبعا مع اثنين من نجوم المباراه، يوسف سيد عبد الحفيظ اللي بنقول عليه واحد من مستقبل القطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويوسف جمال ايضا واحد من المواهب الموجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز غالي النهارده لكل لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز احمد سمير. بشكرك جدا زميلنا العزيز فاروق صلاح، ومبروك مره ثانيه للفريق كله، مبروك ليوسف سيد عبد الحفيظ اللي الناس كلها اجمعت ان عبد الحفيظ الصغير، يعني صوت وصوره وشكل وكل حاجه ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. وطبعا النجم يوسف جمال اللي حسم المباراه. وبمناسبه الاشبال والموهبه كنت بكلم الحقيقه، خليني الاول ارحب بادم، موهبه صغيره. ادم ازيك؟ الحمد لله. ادم حفيد كابتن محي اه صح؟ حفيد الكبير ولا عندك اكبر منه؟ لا 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 عندي جود اكبر منه. لعيب كوره زيك بقى ولا؟ يعني مش زي، بس زي ابوه. ابوه كان لعيب كويس. كان لعيب كويس. تلعب كوره؟ كرة شراب ولا كرة اللي هي؟ لا ملوش دعوة بالشراب. مالكش انت موضوع الشراب دي. ازاي؟ ملوش دعوة بالكرة شراب. منور الدنيا. تحب مين بقى؟ تحب مين في الكرة؟ مين نجمك المفضل؟ ميسي. ميسي. ومصريين؟ محمد صلاح. ابو صلاح طبعا. طبعا طبعا ابو صلاح. نفسك تلعب بره؟ يلا شد حيلك. جده كان لعيب كبير. انا كنت بكلمكم يمكن كابتن محي طبعا وكابتن علي وكابتن كمال وكابتن عصام على الموهبه. كنت بقول لكم حاسين كده جماهير الكوره في مصر، يعني حاسه ان الموهبه قلت في مصر. ما بقتش زي زمان. قلت كتير. عندنا دايما 3 4 لعيبه فاكهه يعني تحب. والله بصرف النظر عن المقامات، يعني ما بتكلمش بس عن جو نادي الاهلي، في مصر عموما كان دايما تلاقي موهبه، المقاولين تلاقي، الزمالك تلاقي، الاسماعيلي تلاقي. الكشافين خلصت، ما فيش كشافين زي زمان. والعين الكويسه بقت مش موجوده. بس انا هقول لك على كم حاجه، خبر انفراد. كم اسم كده دول على عهده كابتن محي، حاجات هتكسر الدنيا. عندي لعيب النادي الاهلي. والله العظيم. هو لسه قايل لي في الفاصل، بس انا هوديهم النادي الاهلي. هوديهم النادي الاهلي. زملكاوي بس هوديهم النادي الاهلي. اللي انا بقول لك عليه ده مكسر الدنيا في نادي الزمالك، بس ما يقيدوهوش. لان ما فيش تأييد. اللعيب ده لعيب جامد قوي. تتكلمني على اعمار ايه يا كابتن محمد؟ 2012. لعيب كوره ما حصلش. انت اللي مختارهم، انت اللي شايفهم. طبعا. وعندي لعيب تاني ابن عمه اسمه جمال. جمال فوزي برضه لعيب ما حصلش. وعندي برضه اثنين صغير، يعني لعيبه انا هوديهم النادي الاهلي دي على يعني مني خلاص. شهادتك كابتن احمد سمير على التلفزيون وعلى الدنيا كلها. كنت بقول لكم بقى، يعني زمان الخطيب حسن شحاته، بعد منهم عبد الستار وحازم، وليد صلاح الدين، كلهم فاكهه. فاكهه كوره. ليه اخر 10 يعني سنين ما كان في اسماعيليات؟ لا حلا بجريشه فاكهه مصر، ما فيش لحد دلوقتي حد في الاسماعيليات. بص يا علي، هو بيتكلم على ايه؟ ان كل سنه تلاقي في اربعه حلوين اول بيطلعوا بيظهروا او بتظهر حاجه. صح، بيبقوا موجودين في العين اللي هي بتكشف اللاعب. يعني انا لما بمشي كده والاقي عيال بيلعبوا كده حلوين، بقف اتفرج عليهم. بيبقى في لعيب فلت كده. انا كنتش عندي في مغاغه لعيب بيجي عندي في الاكاديميه اسمه جمال اياتي، مواليد 2011. ما حصلش لعيب، بس ده بقى ايه، مش اهلاوي. ده بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. فده باذن الله من ضمن الناس اللي انا هوديهم النادي الاهلي. كابتن عصام، الكره دي مش ممكن ترجع تاني؟ مش ممكن تتطور يعني، او نستغل مثلا حاجه زي الكره الخماسيه ونبتدي ندي مساحه اكتر لان احنا نكتشف مواهب ونطلع الكره الشراب دي، او يعني التطور الطبيعي بتاعها ممكن يطلع مواهب جديده؟ ممكن. ولا قصه وانتهى؟ لا خلاص، هي تراث، مرحله وعدت. يعني حد يلعب بيها. يعني الاول كان ايه، الناس لما كانت بتلعب كره شراب، واحد ماشي بعربيه يبص يلاقي في لمه في ملعب كوره، يروح راكب العربيه ونادي يتفرج. كانت المواهب هنا والمتعه هنا. انما خلاص قلت كده. صحيح. خلاص صعب قوي. هيبقى صعب. ممكن يخليها، ممكن يلعبها هاند بول. بدل الشراب يلعبوا كوره هاند بول. يلعبوا كوره ثانيه هاند بول. يتلعب بيها برضه زي الكوره الشراب بالظبط، اللي هي نمره 3 دي والحاجات دي. ممكن تلعب بيها.
تبقى برضه دي بتخلي الكنترول بتاع اللعيبه احسن بكتير. طبعا ايوه بتخليك تعمل كنترول على كوره اصغر. تورينا حاجه بقى مهاراتك يا كوتش. انت كنت لعيب كوره وما كنتش يعني مش تورينا حاجه بالكوره. لا اللي يوريك حد من دول عشان انا لو اقعد اربع خمس اسابيع في البيت ما انزلش. لو انا لعبت بالكوره مش هلاقي حد. كابتن كمال يلا كابتن كمال مش هلاقي حد يعني. يلا قوم فينا انا قادر اقوم مش قادر اقف. ده مش عايز تنط عايز تلعب. الجزمه صعبه ولا ايه؟ الجزمه صعبه. لا الجزمه مش صعبه. وهي تقيله اصلا دي مش كوره. لا دي تقيله قوي. مش كوره دي اصلا. لا فيها اهو فيها اهو. طب يلا نشوف معاكم شويه صور حلوه كده نرجعكم كده بالذكريات ونرجع مع الناس ذكريات زمان. يلا. اهي. كابتن محي. مين يا كابتن محي؟ اهو. ده في ملعب شباب في الاتحاد في ملعب محروس الله يرحمه. بيقولوا فرقه شبرا تقيله عليك. مفيش حد بيسالك على حاجه. مفيش فرقه في مصر تكسب القلعه. القلعه هي نمره واحد. مش غلولي على محي اراجوز. مفيش مفيش مفيش. ده في فرقه كانت بتتعبكم. والله مفيش. يعني كنتوا بتلعبوا لوحدكم بس. لا في يعني بس كده فرقه توصل. يعني كابتن محي كان كل سنه كل سنه يخترع لعبه. يعني اللعبه على دماغك تجي يعملها لك ترجع ورا. يمسك الكوره ويعملها كده يجيبها بكعبه وتنزل قدام. دي موهبه. محدش يعملها لحد دلوقتي. الحمد لله رب العالمين. مصر ولاده دايما يا كابتن محمد. دايما دايما كتير كتير. هتتفرج على ادم ده. والله العظيم ثلاثه هتتفرج على ادم ده في النادي الاهلي هتقول ان حفيد محي لعيب كوره كويس. نروح للصوره اللي بعدها. الله يرحمه عم محروس. كابتن محروس كابتن علي ميه. ده اللي عمل دوره في عبد الله فرغالي. ده صورته بقى. عم الكره الشرف في مصر على الكابتن محروس الله يرحمه. الاب الروحي بتاع كل لعيبه الكره الشرف. والله قال لي كلمه يا كابتن. قال لي بكره هموت والكره في القلعه هتموت. فعلا مش في القلعه بس في مصر. في مصر كلها مش في القلعه هتموت والكره الشرف. هو ما كانش لعيب صح؟ لا 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 بس كان بينظم بينظم يعمل الدورات. مين في الصوره هنا نعرفه يا كابتن محمد؟ ده كابتن جوده. كابتن علي ميه. علي ميه عصام. كابتن علي ميه. الشنب. بشنب. عامل شنب ودوجلاس كده. دي بقى الواحد الصوره دي واحنا في لسه عايزين يعني من الصعب كان حد يطلع. لسه في عزك يا كابتن علي. الله لا الحمد لله اكبر نفسك. لسه صغير. لا بس وده كان من اللعيبه العاليه قوي برضه. مين؟ كابتن جلال. جلال مسلحي. من اللعيبه العاليه قوي 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 بامانه الله يعني. وده بس رحمه الله عليه. اربعه وجون تلعبوا. اربعه وجون. اربعه وجون اربعه لازم يبقوا حريفه. ما حدش يقف. صعب اللي حد اللي يقف خلاص. الملعب كان الملعب كان اسفلت. الملعب كان اسفلت. اسفلت. الملعب اسفلت تبقى وحشه قوي. الناس كانت بتجيب العرض تحطها. تجيب العرض تحطها وتلعب عليها. العرض بقول لسيادتك لو الخماسي ده طلع ايامنا ناخد بطوله. كسرتوا الدنيا. لا ناخد بطوله العالم. بطوله العالم ناخدها. ما فيش حد يعني الحمد لله. الحمد لله. نروح اللي بعده. دي مين يا كابتن محمد؟ ده مصطفى ابو سريع. ايوه وعوكل وعصام حسني ومصطفى. ده كانت مناسبه يعني لما كنا خدنا البطوله يعني في الصواريخ. صوره جماعيه يعني مع البطوله. نغير اللي بعد. ده كابتن محروس. كابتن الشيخ خميس. والشيخ خميس مرزوق ونبيل غريب. وانا دي عمالقه الكوره دول. وسيد سكر. دي فرقتك يا كابتن محروس. ده الجيل اللي بعدكم ولا نفس ال لا ده الجيل بقى اللي بعد الكابتن محي. اللي بعد الكابتن محي. ايوه. ماشي قلبوا لنا الصور يا شباب. وده لا كابتن محروس وكابتن الاسمر سمير الله يرحمه كان برضه بيلعب معانا. رحمه الله عليه. كل دول مشاهير كره شراب. كل دول مشاهير كلهم تبع اتحاد الاهلي. الخطيب مثل الاعلى وجعفر والعشري افضل مدربين. تجسيد عادل امام لشخصيتي فيلم الحريف وسام على صدري. ده حوار اتعمل معاك في الاهلي. في الاهلي. في الاهلي اليوم. ايوه. ده صوره ليك مع كابتن خطيب هنا دي. كنت انا في السعوديه انا وهو في السعوديه. وصوره مع كابتن مصطفى عبده. مصطفى عبده.
رفضت اللعب للاهلي والزمالك بسبب تدني مرتبات. الكلام ده كان زمان. اه والله. يعني انت كنت بتكسب في الكره الشراب اكتر ما كنت بتكسب في انا كنت كل لعب. يوم كنت كل يوم بكسب 15 20 جنيه كل يوم. النادي الاهلي لما رحت اختبرت ومش عارف ايه ورضا عبد الحميد قبلني وقال لي هات ورقك وحاجتك، فبسال صفوت عبد الحليم بقول له المرتب قد ايه؟ قال لي 20 جنيه. فبفتكرها في اليوم ففرحت. فوانا خارج قال لي يا عم خلاص كده خلصنا 20 جنيه كل شهر. كنت رايح العب في اسكندريه. رحت لعبت في اسكندريه خدت 50 جنيه. وطبعا قلت كوره كبيره ايه؟ بس لو اعرف ان هتبقى كده لا طبعا كنت لعبت ب 5 جنيه وببلاش في النادي الاهلي وببلاش. تمام. والله العظيم لو اعرف ان هي هتبقى كده. فلوس هي اللي الناس بتاخدها دي وما بتعملش حاجه في الكوره. فين هي؟ بس هي مش قصه فلوس بس برضه. يعني في دول كتير يعني انا مش عايز اخش بس موضوع الـ 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 المواهب والمنتخبات لان موضوع يطول، بس انا بشوف دول ما كانش عندها وما عندهاش تاريخ وبقى عندها كوره ومنتخب وفرق بتنافس. اهتموا بالكوره. المبالغ اللي هي بتاخدها يا كابتن. ايوه. في لعيبه ما تستاهلش المبالغ وبيقولوا احنا عاوزين وده الاحترام. ده الاحترام يا جماعه. ده الاحترام. احترام ايه؟ وده احترام. وكنتوا بتلعبوا في محافظات ولا كله كان على القاهره بس؟ لا كل حته. انا رحت سافرت قلوب قبل كده. لعبت في قلوب. 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 ولعبنا اي فرقه تطلب تلعب الاتحاد القلعه تجيب لنا عربيات بيجو ويدونا فلوس عشان نروح نلعب ليها. وازاي كنتوا بتكتشفوا الموهبه؟ يعني كابتن محي بتروح انت بتلعب بتستنى الفرقه اللي تجيلك عشان تتفرج على اللعيبه اللي بتلعب فيها، ولا انتوا كان ليكوا كمان اسلوب معين في انكم تفتشوا وتدوروا على المواهب؟ لا احنا كنا بنروح بنلعب اي فرقه. لان في الوقت ده ما كانش حد يعني هم اللي يتفرجوا علينا. كانش حد قدنا. كان كل الناس بتيجي عشان عايزه تعمل معانا ماتشات. لان انا كنت سبب في ارزاق ناس كتير قوي. في اي حته بتعمل كراسي وبتعمل مش عارف ايه وبتلم فلوس طب النهارده في حاجات كده اختلفت عن زمانكم شويه، يعني كنت لسه بتقولوا مثلا استاذ عصام بتقول انه زمان كنت عشان تروح تلعب كوره في نادي والتدريب وبتاع الاهلي يقول لك لا وبص لدراستك ومش عارف ايه، كانت الملاعب كنت لسه بيقولوا لما بنعمل دوره بتلعب على اسفلت. تمام. النهارده بقى في سوشيال ميديا، بقى في يوتيوب بيصور بيعرض في اي حته في العالم، بقى في الوالد ملاعب والوالده هم اللي بيودوك، بقى في مش بيودوك بس بيدفعوا عليك كمان شغل. صح ولا مش شرط اللاعب الجزمه لا مؤاخذه يعني انا اسف اللي كنت بتلبسها النهارده في 100 احدث بالظبط كده فاهم. الملاعب بقت موجوده ونجيل صناعي ونجيل طبيعي. طب نعمل كل ايه؟ كل حاجات متوفره. الحاجات اللي اتغيرت دي نعمل ايه عشان نستغلها؟ اذا كان في الظروف الصعبه دي وكان في حريفه وكان في لاعيبه كوره على اعلى مستوى، لما يبقى عندنا كل ده مش عارفين نطلع لعيبه. مفيش لعيبه. هرجع للكابتن مؤمن. لا في لعيبه. بص بس في بص ما حدش عارف يكتشفها. في لعيبه. انا متاكد لو لفيت مصر دي هتلاقي 10 15 محمد صلاح. طبعا عشان دوري المدارس اتمنع. دوري المدارس اتمنع. نرجع للكابتن محي قال عليه برضو الاول الحديث الكشافين. مفيش كشافين. قال له مفيش كشافين. والدوري كان عبد البقال ده في النادي الاهلي كان يمشي يعني دي صقر يجيب اللعيب ده من هنا واللعيب ده من هنا واللعيب ده من هنا صقر. كان حكايه من حكايات. والكابتن مصطفى حسين الله يرحمه. ومصطفى حسين جاب ابو الاشباح. مصطفى حسين كان مدرب ما كانش كشاف. كان مدرب عالمي. كان ليه نظره. انتوا بقالكوا يعني طبعا يعني غير الكره الشراب انتوا اكيد متابعين الكره بشكل عام في مصر. طبعا. منتخب وايلا ايه الفتره اللي انتوا حسيتوا انه في حد جه تولى المسؤوليه عمل نقله او عمل خطوه مهمه نقلت الكره في مصر؟ بعد حسن شحاته ما شفتش. منتخب 2006 و2008 و2010 بعد حسن شحاته ما شفتش. انا بالظبط ما شفتش حد عمل نقله ولا عمل وقعه ولا وقفه ولا عمل حاجه خالص. عشان بص اللعيبه المصريه. بص لهم ومن صغرهم يعني واخد. لا بس كان معاه لعيبه برضه. الجيل بيقول لك الجيل ده برضه كان ولا كان في حد قد ولا هيجي زيه خلاص. هو اللي اختار. وفي ناس تقول لك برضه يعني مع كامل الاحترام انا من الناس اللي بتحب كابتن حسن شحاته جدا جدا ومقر انه ليه فضل كبير جدا في الثلاث بطولات اللي حققهم، بس في ناس تقول لك انه جيل مانويل جوزيف الاهلي هو اللي فرق معاه صح. اللي دعم النادي الاهلي هو اللي صنع مانويل جوزيف. مانويل جوزيف
كان ليه بصمه كبيره طبعا. لا 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 ما حدش يقدر يتكلم. هو حد بتاع المنتخب قال لك انا بشكر الكابتن مانويل بيضيف مره في حديث كده قريته بشكر الكابتن مانويل بيضيف كان بيجهز لعيبه الاهلي للمنتخب. ما هو اساس كان اساس المنتخب طول ما الاهلي جاهز المنتخب يبقى جاهز. ايوه صحيح. بمناسبه الشعر الكريم اخدكم بقى الحاجه كده عند المصريين يعني دايما احنا طبعا يعني شعب بيحب الكوره ده ما فيهوش نقاش بس بتزيد المحبه دي شويه والممارسه كمان في رمضان احنا عندنا دايما كان طقس كده ان الكوره في رمضان دي حاجه طبعا يعني طبعاً. هو شهر عبادات طبعا ما فيش نقاش بس الرياضه في دورات لسه زي زمان ولا ما فيش دلوقتي ما فيش خالص دلوقتي كله بيخاف يعمل دورات دلوقتي عشان المشاكل لا مشاكل في الدورات ايوه غير الاول عادي يكتب يكتب واللي يختار يختار عادي وما تفكرش كابتن محي يعني بشهرتك وبعلاقاتك وترجع الموضوع ده او تشتغل على الموضوع ده يعني لو حبيت تطرح الموضوع ده تاني النهارده عشان نرجعه ونشغله ممكن يبقى ازاي؟ هو ربنا سهل انا بعمل نادي جديد انت عارف ان الشباب قاعد طول النهار في الكافيهات يعني بيحبوا الكوره بس بيلعبها بالجويستيك لا 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 ما حدش دلوقتي عايز اللي ياخد ايده انا بعمل نادي جديد عايز اللي ياخد ايده والسبورت والسبورت يعني بشيره في الجيزه ايوه ده ماسكه محمد ابني محمد محي كان بيلعب في الترسانه وليه اسم وليه سمعه بس لما كسرت رجله فقعد طبعا بطل الكوره فانا بعمل له النادي ده باسمه باسم محمد ابني عنده نجوم بسم الله الله اكبر يعني انا عايزه في مره يروح يلاعب اقدميه النادي الاهلي النادي الاهلي هيستفيد منه كتير قوي في حاجات كتير مواهب رهيبه ايوه من دي ومين ده ابنه ابن محمد ده ادم ده ابن محمد محي باذن الله حاجه هتشرفك لما كلمنا كابتن محمد الجندي برضو كنا عايزين نعمل خماسي للكره الشراب ومشينا فيها وكل حاجه والله بعد كده ماتت ايوه بس احنا عندنا كره خماسيه في مصر لا كنا عايزين نعملها شراب زمان ايوه نعملها اتحاد ولا كل حاجه مشوا فيها شويه وبعدين راح موتوا لما مات الكابتن محمد الجندي الدنيا كلها ماتت والله اللي كان بيحب الكره الشراب انا عندي ناس كان عندي ناس بتفطر في الشارع عشان تتفرج على الماتشات عشان تروح تلحق مكان تتفرج عليه 5000 متفرج بيتفرجوا على الماتش الساحات دي مش موجوده دلوقتي مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده اتمنعت خلاص اتمنعت خالص بقول لك عاملين نتمتع بالكوره في ماتشات او بطولات يعني دايما لما بنيجي نسال في الكوره عموما انا في ماتشات طبعا ما انساهاش في بطولات حققها النادي الاهلي او حققها المنتخب ما تتنسيش انتوا في حاجات بالنسبه لكم ذكريات لا تنسى زي ما بيقولوا كابتن محي كتير حاجات كتير ايه اهم حاجه او اهم لقطه ما تنساهاش اصعب ماتش اهم بطوله لا كنت مره بلعب في عابدين بلعب فرقه نجوم عابدين كان فيها علي الحلو بتاع النادي الاهلي وكان فيها حسن وحسني فرقه كويسه وبنلعب فالكره اتعملت لي بالعرض كده فانا راح اجيبها جول فرحت داس عليها في الجون طرف الهواء دماغه خبطت في العارضه فانا صعب عليا ورحت مدي له الكوره فراح مديني بالقلم لا والله اه والله ده جزائي يعني يعني حاجات اللقطه ما تتنسيش انا بقى بلعب نهائي عند محمد كابتن محمد الجندي وفرقه غلبانه 4-2 جبنا جونين فرقه ايه يا كابتن فرقه المنصوريه فرقه من ايه فرقه اسمها المنصوريه بالدراسه مشهوره ومعروفه في حد منها معروف او يعني لا دلوقتي كله بطل كوره يعني كلهم بطل فجبنا جونين بقت 4-4 لعبنا 5-5 فرقتك كانت ايه يا كابتن جمال فرقه المنصوريه انت كنت بتلعب المنصوريه ولا لا انت كنت بتلعب في المنصوريه فرقه اسمها احدى القبه ايوه وجبنا جولين ب 4-4 تمام وراح جايبين 5-5 يعني. واحنا جايبين جولين تاني والفرقه بعد ما خرجت الثانيه خارجين بيعيطوا عشان اتغلبوا في 5 دقائق سرقتوا منهم الماتش ايوه موقف بتاع المنتخب بقى كان ماسك تقدروا لما بتلعبوا القلعه اصل انا حاسس ان القلعه شايطه كده ودايسه في كل حته لما كنتوا بتلعبوا القلعه كنتوا تقدروا تكسبوها لا لا ما هو كنا ودي هو يكسبني مره وانا اكسبه مره يعني مش على طول يعني ما هو عارف كده هما بقى كانوا ها يا كابتن هو عارف الكلام ده سليم صح ولا لا انا ما اقدرش اتكلم بالنسبه اللي يقوله كابتن كمال كمال ده كابتن علي ما اقدرش اجي لك كابتن اصلا يعني في يعني موقف كره كبيره ايوه كنا بنلعب نادي الاهلي وكابتن الخطيب ده تحت 20 سنه ايوه ماتش الاهلي ده بيبقى غير صح
غير يعني تلعب اي فرقه ماشي لا لكن الاهلي بيبقى وكون جمهور اللي بيحبني من القلعه ومش عارف جاي يشجعنا كلهم شتموني طبعا. كابتن الخطيب ده يغزل النمله يغزلها غزلنا احنا الاربع بكات وبالجون وبيحطها بكعبه كان اول واحد يتغزل طلعها بره. المهم بقى ياد نمسك الخطيب انا امسكه في كره الخطيب غزله وجاي لي جري وانا رايح له جري كل الجمهور عاوزنا نتغزل. انا هدفي واحد اخش في كرشه وانا بجري كده هدف اللي يفوت يموت قاعد اللي يفوت يموت هو هيغزلني هيلعبها من فوقيه وفعلا لعبها من فوقيه وبيجري كنت انا وهو واقعين في الارض. مين الحكم؟ كابتن محمود عثمان الله يرحمه الله يرحمه. فبقول له فاول على مين؟ قال لي عليا. الله يا كابتن موحد. قلت له ايه؟ قال لي عليا انا. بص انذار ليا كمان. قلت له والله حرام عليك. قال لي الشتيمه اللي انت بتشتمها انا هتشتمها. كابتن خطيب بقى بروح قال لي خلع بالراحه وعمل دي لا يمكن انساها خالص. كابتن عصام لا انا موقفين بس هم كوميديا شويه يعني. كان كنت فرقه كنت انا والكابتن محي والكابتن علي كان معانا واحد لاعب اسمه هيما ابراهيم فبنلعب فرقه الاربعه يعني معلش انا قصدي في اللفظ المغزى الاربعه حول الاربعه فانا داخل فانا ما بدخل فانا مش عارف العبها منين هنا ولا هنا. انت لعبت في دوره الاهلي يا كابتن عصام؟ لعبت في دوره الاهلي سنه 95 ايوه كان في لعبت قبل النهائي كان وبيقولوا لي كمان خدت احسن لعيب في الدوره دي. لا انا اقول لحضرتك حاجه جت ازاي؟ دوره الاهلي في السيره المغطاه في سنه 95 لعبنا قبل النهائي كابتن علاء ميهوب زكريا ناصف كابتن ربيع ياسين ايوه صح ده قبل النهائي تمام غلبونا 3-2 حتى انا في اليوم ده قلت طلبت من الكابتن صديق جمال قلت له انا عشان حبي في علاء ميهوب بحبه جدا ايوه بقول له حتى كان في مانشيت كده ينزل علاء ميهوب ينفرح القلوب فبقول له يا كابتن علاء يا كابتن صديق انا عايز فانيلا من بتاعته قال لي اجيب لك فانيلا فكابتن صديق قال لي في دوره في الاهلي في مدينه نصر كان تحت الانشاء لسه تحت الانشاء ايوه فكان مع اسره كره اليد كابتن جوهر النبيل وكابتن ياسر اللي يعني اعتقد فاكر الاسماء دي يعني بس كنا من حوالي 30 سنه نجوم فروحت لعبت معاهم بامانه الله يعني كان يقولوا لي السيده عيشه اركب معاهم خلص الماتش رجعوني تاني السيده عيشه وخدت البطوله خدنا البطوله المركز الاول هناك وادوني كاس صغير كده احسن لاعب مكتوب كده النادي الاهلي والسنه اللي انا خدت فيها هي دي البطوله اللي انت خدت فيها فبالنسبه بقى الموقف الثاني بقى الكوميدي في الفرقه برده كنت كان معايا كابتن محي وكابتن علي كان معايا برضو كابتن هيما في اللعب فرقه كان في واحد اسمه اونا وزتون فايه يا ابراهيم خش يا ابراهيم بيقول لك طب اعمل ايه يا جماعه الكابتن محي زعق له خش يا ابراهيم قال له اعمل ايه خش اروح لاونا يديها لزتونه اروح لزتونه يديها لاونا يديها لاونا بقى كان من الموقف المضحك برضو يعني لعيبه الكره ماشي متفقين ان هم حريفه كان في حراس مرمى برضو يعني اساطير في كره الشراب هو الجون بتاعها قد جون كره اليد كده صح قد كره اليد 4 يارد مين الاسماء اللي ما تتنسيش برضو في كان عندنا كرم كرم رحمه الله عليه الله وعصام رمضان وعصام رمضان كان جون هايل كان كابتن عجوه بقى في الجيل بتاعنا كابتن عجوه وعندي الشاذلي ايوه بالظبط اليوم اللي عرفت فيه الشاذلي بتاع الدرب الاحمر انه استاذ علي بدرخان قرر يعمل فيلم اسمه الحريف والفيلم ده يتكلم عن استاذ محمد خان يعمل فيلم اسمه الحريف وان الفيلم ده هيتكلم عليك وهيتكلم على قصه الكره الشراب وانه عادل امام طبعا نجم كبير هو اللي هيمثل فيلم لا هو كان الاول مش عادل امام كان الاول مش عادل امام كان احمد زكي احمد زكي كان احمد زكي هو اللي هيمثل الفيلم لما حلقة اقرا عشان فيلم كابوريا ده ومش عارف ايه فغيروه بعادل امام ده عارف يا كابتن محي هو فيلم الحريف كان مع في نفس توقيت كابوريا ولا كان قبل لا كان في نفسه في نفس التوقيت احساسك الاول كان ايه لما عرفت ان في فيلم هيتعمل عنك وهيتعمل عن الكره الشراب عادي ما فرقتش قوي كان استاذ محمد خان بيقول لك ايه او لو قعدت مع عادل امام قعدوا كابتن عادل امام جه قعد معايا ايوه وعرف يعني التفاصيل ومش عارف ايه بس هم في حاجات كتيره زودوها طبعا في الفيلم
اللي هي انا اصلا دراما يعني ماليش ايوه والحاجات دي كلها مش بتاعتي ماليش فيها. جت عم محروس انا بعت لي عشان العب الماتش ده، انا نسيت اصلا ان في ماتش نسيت اروح والله كنت هروح الماتش ده. اللي غير الصوره دي الملعب ده هو ده الملعب الحقيقي هو ده الملعب الاساسي اللي كنا بنلعب عليه ايوه اللي هو الاسفلت يعني. وبتهيالي عم محروس كان طالب انه يمثل او يطلع هو اللي يطلع يعمل شخصيه هو طلب من استاذ محمد خان استاذ محمد خان مع عبد الله فرغلي ايوه فقال له انا طبيعي بص رجلي انا طبيعي ضحك ضحك يعني ده جابوا جمهور قليل كمان ده في اكتر من كده كمان اكتر من كده كمان فوق الاسطح كمان بيقول هم جايبين الملعب كده قليل احنا كان الجمهور كده كم واحد كان تقريبا يعني لما يبقى ماتش مهم او ماتش تقيل لا بتاع 3-4000 جنيه يعدي 5000 بتذاكر بقى ولا تذاكر قاعد على الكرسي ب 10 ساعات واقف ب 5 ساعات حتى بيعمل هو دوره بيجيبنا احنا عشان ندخل له فلوس عشان بيجوا عشان اسمائنا احنا في طبعا الملعب. طبعا انا متاكد انه الناس كانت بتيجي على اسماء طبعا هتيجي على الناس اللي عايزه تشوف كوره عايزه تشوف عرفانه و نورتونا وشرفتونا كل سنه وانتم طيبين بجد والله استمتعنا بيكم جدا جدا نورتونا حضرتك والله الله يخليكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم شرفتونا ونورتونا في الاهلي في رمضان طبعا كل سنه وانتم شرفنا وعلى وعد ان شاء الله باذن الله كابتن محي قال على الهواء ان شاء الله باذن الله للاهلي هيقدم مجموعه من المواهب ان شاء الله اللي تكون يعني باذن الله وامرك تضيف وتكون اضافه للكره المصريه باذن الله كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه وكل سنه وحضراتكم طيبين دايما الاهلي في رمضان يقدم لحضراتكم المتعه وكل سنه وانتم طيبين شهر الخير عليكم وعلى كل حبايبكم نشوفكم على دايما على شاشه الاهلي والاهلي في رمضان